مش زينه نهار اليوم سحاعد يكون مش زينه نهار اليوم مبروك عيد يكون مش زينه نهار اليوم سحاعد يكون صحة عيدكم لأحلى جمهور ولاد بلادي الجزائر العزيزة وصحة عيد كل الأمة الإسلامية وين ما عم تشوفونا تعيدوا بالصحة والهنا. بالنسبة لي سلمى غزالي العيد اليوم فرحتين، فرحتي بتواجدي بلادي الجزائر طبعا بين أهلي وحبابي، وفرحتي أنه عم نطلع عليكم عبر قناة وان تي في قناة العائلة يلي راح تستضيف اليوم بسهرة العيد ضيوف مميزة ممثلين أبدعوا بالشهر الفضيل شهر رمضان 2024، وأيضا مغنيين راح يمتعونا ويحلوا سهرتنا. نرحب بناس تقبلوني ولاد الدار، راح نبدا نرحب بخشخاش التوك شو ممثل رائع ومبدع ابدع كثير، راح رحبوا معايا باحمد مداح. اهلا وسهلا يا احمد، تفضل مرحبا بك، خير مليح بلاصتك باسكو البلاصه مهمه. اوكي، بعده راح نرحب بمغني مبدع ياسين تايجر، اغنياته حققت شهره كبيره في الجزائر، صاحب عيطه مميزه، رحبوا معايا ياسين التيغر. مرحبا بك ياسين، تفضل خير بلاستيك مليح، راح تفهم بعد شويه راح تفهم علاش. اوكي، مبدع خلوق وهادي، الهادي دوار كمان شفناه برمضان على قناه وان تي في بتوك شو تيلي كوموند، رحبوا معايا بالوسيم والخلوق هادي دوار. مساء الخير يا الهادي، تفضل. تمام لاباس الحمد لله. بنتين مبدعات تميزوا بالتمثيل والفن، عمرهم صغير بس فنهم ما شاء الله عليهم كبير، رحبوا معايا ب رواحوا. يا عمري يا عمري، هبة ومريم رزق الله، ما شاء الله عليكم، خيروا كلاستكم لي في ولا لا كوم ال سون بيل، برافو. بونسوار ما غراند، مساء الخير. فنانة صاحبة صوت دافي وإحساس عالي جدا نسيمة أيت عمي، جاتنا من تيزي وزو، مرحبا بك نسيمة، تفضلي ابدعينا بصوتك الرائع، ما شاء الله عليك، تفضلي. أنا لازم نقول لك أنت علمتيها لي بصح لازم نجيبها صح. صح العيد أنوين، صح العيد أنوين، صح العيد أنوين. ميرسي يا بنتي. علي نسيمة. خاصك جابت لنوان
الفطور اغدي ظهران عندنا ردي السقاس في الريكيف ولو ننسى الحقيا سفرت في الهوى ولش تفضلي معنا يعطيك الصحة. أنا خليتيني نتحمس، أنا حابة نتعلم قبايلية. تعرفي الحس واصل على كل حال. مرحبا بك. أفيك بليزير. مرحبا بك. ما شاء الله. خبريني مباشرة قد ما أخذتنا الأغنية. الأغنية علمش تحكي دونك هاد الأغنية دونك سي اون هيستواغ دون بوتيت في وي كي أغروندي دون اون فامي نومبروز وي جوزت بزاف تعبت بزاف دونك دو كوتي دو لا فامي دو كوتي نقولوا لونتوراج اي تو ابري كي بدات تكبر شويه 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 دونك الا شانجي الا ترافايي سور ال الا Donc elle a n'hat gar les barrières. Elle s'est dit je suis là, je vais être forte. Elle a tous les hal l'ihsas wassal. Ma khlinakch tqouli bsel khair lel chaab el jazairi w ta'idi alayhom w bdinak bel oghniya lano fa3lan khdatna la makan jameel. Tfadli salmi ala el chaab el jazairi chou habba tqouli lhom. Azel flawen. Donc Nassima Itami donc w ndina sah el aid wen, sa fait plaisir mi la rasqina aid wen. Donc yecharfni bach nkoun ma3kom lyom fi qayat wan TV. Donc sa fait plaisir d'etre avec vous. Merci beaucoup. Tbaqina fmdan ya khi. Donc oui bien sûr. شكرا يا نسيم. احمد مداح ندور لك بس خلاص رمضان وخلاص تريكوموند. احكي لي شويه كيفاش الحاله؟ صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. صحة عيد المشاهدين تاع وان تي في. بون بهذا البلاطو ضربنا فيه كاع رمضان صار الدار اكزاكتومون شغل دي نورمال تفكر كاع فوالا دونك مرحبا بك ثاني سلمى. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة والله سي ان اونر دونك يعطيك الصحة. الهادي راه معايا ثاني وي درت نجي الهادي. خليني برك قبل ما باسكو انتم والفتوا تروحوا الجهة الأخرى. خليني برك نسقسيك أنت ما شاء الله عليك هذا رمضان أبدعت بدورين وشفنا دائما هاي الشراسة بالدور. هل ممكن نشوف أحمد مداح بدور يعني بشخصية غير؟ وي ان شاء الله ان شاء الله رمضان الجاي كاين كاش حاجه في الطريق. بون كاين مي بون ماشي سير مي ان شاء الله ان شاء الله درك هو مشروع ان شاء الله يا ربي في كتابه دونك ما على باليش كيفاش حتكون لا فيرسون فينال مي جيسبر بيان ان شاء الله حاجه مختلفه تماما شخصيه تماما مغايره ولا اكزاكتومون مغايره جميل تماما جميل جميل بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سلام. زهره الخير عليك. صحة عيدك وإن شاء الله كل عام يسلمنا بخير. صحة عيد ضيوفنا الكرام ومشاهدين لا لا مشاهدين لا لا. قناة وان تي في. دابوغ أولا شكرا على الاستضافة. بون اللي ما يعرفونيش وسم نيرس طلع زهرة في عمري 8 سنين ندير الموسيقى أنا وشابي ومنشطة في الإذاعة جلافا. الله يبارك ما شاء الله. ما نقدر نزيد حتى كلمة يعني ما شاء الله عليك. ميرسي ميرسي سي ان اونور نكون parmi vous. ما وسي قولي لي. نعم. قدمتي برنامج ولا برامج؟ ولا لا لازم برامج. احكي لي شويه.
بون لانيماسيون كيفاش بديتي زهراء؟ كيفاش بديت؟ فوالا حنقول لك بديت الى ان ودمي وبديت بالعقل بالعقل بلي زيميسيون كون انفيتي دونور بالعقل بالعقل حتى وليت انيماتريس غانيت كونكور. برافو ومستمتعه تم بيان سا؟ بيان سور جيم بيان سا جيم مون ترافاي. جادور سوبر وما تخافيش؟ ما نخافش. واش السر؟ وشنو السر؟ ما كان حتى سر، ربي سبحانه اللي عطاني هذه الموهبه. موهبه فعلا تصفيقه حاره لك. برافو ميرسي زهره يعطيك الصحه. برافو عليك مريومه. بصح عليك دابور شكرا على الاستضافه ستانو نهضر بارلي. تحبي ميا ولا ميمي؟ انا سمعت زهره تعيط لك ميمي. اي سي مون سورنون. سي تون سورنون. اوكي مرحبا بك ما غران. صحة عيدك كل عام وانتي بخير في حياتك وحياة ماماك. صحة عيدك حياة كاع اللي تحبيهم. صحة عيدك وصحة عيد كل المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. برافو ما غران. وصحة عيد كامل البلد خارج وداخل الوطن. وانتي يا كانا عندك موهبة كبيرة قالوا لي على التمثيل. في التمثيل احكي لي شوية وقتاش بديتي وكيفاش كانت التجربة؟ C'était très très bien avec les acteurs, les gens que j'ai vus. C'était un honneur d'être à côté d'eux. Ah bah c'est super. Et dis-moi un petit peu, quelle est l'échouia? Fait d'arcunto des mecs qui jouent au Zahra, par exemple, tu as mis le Hagda, Timti, le Rona. Oui, on fait souvent ça. على بالك أنا على بالك أنا جانا أنا جانا عندي أختي. جانا كنا انا وياها هكذا نديرو كيما انت وياك وزهره. الله يرحمها ويسع عليها. الله يرحمها ان شاء الله يا ربي. ميرسي ما غراند، ميرسي ما غراند. مرحبا بكم وانا فخوره. فوز دي بيرل ما شاء الله عليكم. ميرسي بوكو سي جونتي. ميم فو فوز اتي اون بيرل. اوه سي جونتي ما غراند. اوه لا لا المسكوتش لا بتيت. وي الهادي واش رايك؟ مرحبا بك صحه صحه عيدك. كيسك واش رايك في لو تالون؟ في الجزائر ما شاء الله. بعد ديجا عيدك مبارك تو سي. الله يسلمك كل عام وانت بخير. نوز انفيتي ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. بارمي نو خويا بلهار بيان سور صايح احنا ولاد الدار. لازم لازم راك تشوف يا تيغر لازم لازم تهضروا ما يقدروش والفوا. نو خلاص ولا خويا احمد دوكا سورتو هذا البلاطو ما شاء الله جوزنا كاع رمضان فيه. Pour le talent, oui, je pense qu'elles ont 8 ans, mais faire ça, elles ont 40 ans, c'est pas possible. C'est vrai que tu as une expérience quand tu es petit, dans le masrach, et tu as commencé à t'intéresser à l'âge très petit. Je voudrais que tu me parles un peu de ton intérêt, et après, tu as fait ta vie de revenir. للتمثيل ما شاء الله عليك في عندك فيلم جديد راح يظهر على الشاشه الجزائريه. خبرني شويه على هذه. بون انا بديت في لي زاتيلي دو تياتر كي كنت صغير وبريمير كنت. شحال كان في عمرك؟ سبع سنين، سته سبعه. اوكي اوكي. بون كل عام كانوا هاد لي زاتيلي دو تياتر افيك اون بيس دو تياتر على فان دلاني درتهم جوسكا لاج دو 19 ans. سيتي لا ديرنيغ بيس دو تياتر تاعي. ما شاء الله. ومن بعد جوزت الباك الله يسلمك ميرسي بوكو. J'ai eu l'occasion de jouer dans un film Parfum d'Alger. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que coûte à peine jouer le bac. On va dire le kharaj, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. والرجوع للبلد لازم ترجع للجزائر. انا كاع رجعنا لازم نرجعوا. اوكي وليت جي تجربتك تجربتك في تيليكوموند باسكو شفت انت لازم تكون كونيكتي. لازم يشوفوها. اللي ما شافهاش فعلا لازم يشوف. هو برنامج فعلا ما شاء الله عليكم حققتوا بالنسبه لتوك شو كنتوا يمكن الثالث على مستوى الجزائر احسن توك شو حققتوا نسبه مشاهدات عاليه والجماعه اللي كانت معاك طبعا كل واحد كان عنده كاركتير كل واحد كان عنده شخصيه الثنائي رغيس اللي بنحيوه ونقولوا له صحه عيدك كان لازم يكون معنا بس ظروف عائليه خلاته يسافر اليوم بس حكى معايا وتمنى لكم كل الخير ويعيد على كل الشعب الجزائري. منيا بن فغول الجميله كمان نفس الشيء بتسلم على كل الشعب. كانوا ثنائي مميز. هبلوكم ولا ما هبلوكمش؟ هبلوكم. سرتو محمد ما حنا هبلناهم شويه. افون افون انت تميزت بالهدوء وحبوك الناس بالهدوء الهادي. صح سي فغي. بون على كل حال الناس ما يعرفونيش بزاف دونك سيتي اون اكسبيريونس بور مو باش يعرفوني لا تيليفزيون سي.
C'était mon premier plateau, c'était mon premier talk show. Alhamdoulillah, ça s'est très bien passé. واش حبيت اكثر لهادي تنشيط ولا التمثيل؟ انا التمثيل مي سيتي ان تري بون اكسبيريونس. ان شاء الله سيزون 3 نكونوا مع خويا بالهار. والعام الجاي تعمل تيلي كوموند انكور اون فوا. ولكن سيزون 3 بوركو با بيان سور. يا تري بيان سوبر سوبر. انتظرونا على قناه وان تي في. ياسين التيكر غنيت للسمراء ومن بعد تيك زعفت انايا. قالوا لك زعفت انا بلوندا. عاود غنيت عاود غنيت واحده. ايوا سقمتها. عاود رديتك. عاود رديتنا كامل. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك مبدع. احكي لي شويه جيش السمر ولا جيش ال والله واش نقول لك. صحه عيدكم وصحه عيد كامل الامه الاسلاميه. راني فخور اللي راني معكم اليوم. واش نقول لك الاغنيه تاع السمر والله رجعت جات هكذا. انا ما كنتش على بالي باللي راه زعما دير سيكسي كبير هكذا. جات هكذا من بعد كثروا عليا الحس. كثروا عليك الحس ارضاء الجمهور ولا تعمل اللي تحبه نتايا؟ ترضي الجمهور دائما ولا تعمل انت اللي تحبه؟ لا انا نحب نرضي الجمهور. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. يستاهل تحية. وحنا اكيد راح نطلبوا منك انك تطربنا بأغنية جديدة لأنه ما شاء الله عليك مكسرة الدنيا وأغانيك ما شاء الله عليك كلها ما شاء الله عليك أنت ونسيمة سبحان الله يعني سوبر 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 بيل فوا. نحب نسقسي زهرة وقتاش راح نشوفوك؟ شو هو لا راديو ولا التمثيل؟ ما في بوكو بلوس لا راديو لا راديو بون مي بالك ان شاء الله. وموهبه الغناء وشفتك باللا موندولين لا موندولين يعني موهبه الغناء دوك نحكي لك عليها. تغني لي حويجه. وين نغني لك حفصه اكابيلا. علي فازي اكابيلا. بون بويسك اليوم مناسبه شغل العيد وكلش نغنيك شويه مزيان النهار اليوم بيك تصوتي كامل نحن لك غنيه وحده. ديري واش حبيتي لا سيني تاع توا ما غران. ميرسي بوكو. جو تان بري فازي. مزيان نهار اليوم صحة عيدكم. مزيان نهار اليوم مبروك عيدكم. مزيان نهار اليوم صحة عيدكم. مزيان نهار اليوم مبروك عيدكم. Ouh là 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 là. Avec comme le petit refrain, parce que puisque l'yom l'aïd ou quoi, je vous bala comme bada, Inch'Allah, nous allons gagner comme gagner une autre. D'accord, حكي لي, كنت قلت لي كاين قصة على الغناء تاعك. بون عندي قصة صغيرة بك على الغناء كيفاش بديت الغناء. بون افون ما نبدا دابور بديت كان في عمري 4 سنين في ليفي ميوزيكال، بالعقل وليت نغني هكاك جونتيت. هيا صاحب باسكو مي بارون كامل لا فامي تاعي لا فامي باترنال ولا ماترنال كامل يغنوا كل واحد عنده انسترومون شغل كانت هذوك الهول وبابا بيان سور سورتو لا فامي تاع بابا اي سون اماتور شعبي وي منهم تعلمت الشعبي من لا فامي تاع ماما الاندلس هيا بلاقل انا نسمع الاغنى كي كنت صغيره واقيل 2 ans 3 ans شكون الفنان المفضل تاعك وتاع هو لا مو مش كومبار با باش كومبار با بين الفنانين كامل نحبهم سوبر كامل نحبهم كيف كامل نحبهم مي برك عندي مون ايدول ايوا الفنانه منى الغربي اللي نحييها بالمناسبه ونقول لها نحيوها منى الغربي احلى تحيه وصحه عيدك يا منال برافو ومن بعد بديت 4 ans ندير لا ميوزيك لو بيانو باسكو انا ندير بيانو كلاسيك وسولفيج وموندولين بديت 4 ans بعد حتى وليت من 4 ans حتى 8 ans الله يبارك في عمري قريب ندير 9 ans وانا ندير لا ميوزيك وكان في عمري 7 ans بديت لا راديو تسمى ولات لي لا ميوزيك ولا راديو ستفه برافو برافو ما غراند نسيمة تجربتك بالحان وشباب يعني اليوم عم نشوفوا انه عندنا مواهب صغيره لهادي ايضا انت بدات الموهبه عندك كان من الصغر وي اكزاكتومون دونك وتجربتك كيفاش كانت شفتهم هكا تفكرت روحي تفكرتي روحك على جدي 8 ans بديت في لي اسوسياسيون في لي زيكول اي تو دونك تجربتي في الحان وشباب سيتي ان 2018 اللي كنت دومي فيناليست فرانشمون سي التجربه اللي تعلمت منها بزاف نون سولمون يعلموك الغنى
يعلمولك تاني كيفاش تواجه الجمهور، كيفاش تكوني سور سين، كيفاش تغني. يا دي ماما وين تغني باغ اكزومبل بلاغريسيفيتي، كاين دي ماما وين تغني لازم تكوني حنينه. دونك لي نوجه له تحيه مسيو عمر بهلول، نوجه له تحيه نقول له ميرسي بوكو. احلى تحيه استاذ عامر طبعا. دونك فوالا دونك جست تري تري بيان دونك افيك لي كوليغ ايتو الطلبه في المدرسه كنا هكا شويه متشغبين مي بون جوزناها تري تري بيان. اون ا بوكو ابري، اون ا بري ان بون باجاج كومون. الحنوه شباب شفنا نجوم توجهوا للتمثيل في نوميديا للزول، نحيوها هيفا رحيم، كنزنا مرسلي، نور الهدى، شيخاوي ميرسي سي فري شيخاوي. انت راح تحبي تروحي لهاد السكه بالتمثيل ولا؟ وي دوبوي كي جيتي جون كنت هكا هبلتهم هكا في الدار، نقعد هكا نبكي لهم. كاين دي ماما وين نضحك، ندير كي تقول لي ماما واش بيك واش راكي ديري، قلت لها راني نسيي بوتيتر. وي في لافونيغ. وعلاش لا؟ لا ان توكا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. الله يسلمك. احمد شو رايك بهذه المسابقات؟ تحس انه تعطي قفزه للناس انه توصل بسرعه للتلفزيون للساحه، انت شو رايك فيها؟ والله هي مسابقات يعني شفنا في طبعه اللي فاتوا سي فريمون نشوفوا مواهب اللي تالقوا من بعد. الجانب تاعها المليح ماشي غير تكتشف المواهب قد ما ديري اون فورماسيون ونشوفوا باللي عندهم بزاف لي بروف بوكو ديسبلين اكسيتيرا، يخرجوا فنان فريمون كامل متكامل. وشفنا من قبل دي كروند ارتيست اللي فاتوا على المسابقات هذه، دوماج اللي حبست. ان شاء الله نتمنوا نشوفوا اون اوتر فيرسيون تاع الحنوه شباب اللي خرجت مواهب كبار كبار بزاف. فوالا ونوجه تحيه لعمر بهلول اللي الى بوكو دوني في مجال صحيح في الحنوه شباب. تيغر انت جانا في الكليبات نشوفوك تمثل ما شاء الله، احكي لنا مهتم بالتمثيل ولا مركز؟ كتكون حاجه صغيره برك، حاجه صغيره برك، كتكون حاجه صغيره. وراه انا يقدر على الصغير يقدر على الكبير. بيني بين بين احمد انا العام هذا عقبته غير احمد قسما بالله، انا معك 31 يوم. هو فعلا انت ابدعت احمد هذا السنه، ابدعت ما شاء الله عليك. والله ما رانا في بلادنا، رانا في الجزائر، ماذا بيا نورمال، ما عنديش بروبليم فيه. ان شاء الله يشوفونا في حاجه خفيفه. تبعت واحد غير احمد ولا؟ والله عجبني احمد قسما بالله، مش كاتب. يا خلاص ماشي في سالي البراني كملها بحياتي. مركز على الاعراس ولا حابب تصدر البوم كمان مره؟ ماذا بينا هنا تولي العقليه تاع وقت تاع بكريه البوم، ماذا بينا ندير البوم خير. وش اللي مخليك تركيزك حاليا على الاعراس؟ وش مخليك ما تصدرش الالبوم؟ باسكو انا في وقت راهي تمشي غير اغنيه سينجل، ما كانش سينجل، ما كانش البوم. هذيك بكري كنا نديرو البوم، زعما لي كاسيت، زعما سيديات. ماذا بينا تولي كيما بكري خير، باسكو دوكا راحت ما كان والو. الحمد لله العوم الاخرين هذو زعما في موسيقى نقيه في دي بارو. شنو هو الطابع اللي راك مركز عليه ولا حابب تركز عليه؟ لا لا ما شوفي انا مادامني جزائري ولا غني كامل طوبوع، ماذا بيا اللي يطيح عليا هذيك هي ستاي في راي نورمال، ما عنديش مشكل. صحيح صحيح. هيا داكور اوكي. اعطينا مرا عيطه. مين كيما راني هكذا كافي؟ اعطينا عيطه كيما راك. واش غادي تقدر لها؟ نغني لكم تاع السمره. نزعف اذا تاع السمره نزعف. لا 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 والله صح بصح معليش في خاطر ناسيمة وخاطر البنيتات نقبل، معليش هيا معليش. يا سمرة حبك والليل جمرة، أيما ولا عشق الغدرة، يا ناري وش اللي طفي ناري في بالي، نعرس وتكوني حلالي، نحبك برشا يا العزيز الغالي، يا مشيتي عليا بلا رجاء مشيتي. شكرا. برافو. الهادي انت تقدر زعما تشارك في مسابقه في الغنى؟ الغنى يقدر له والله، يقدر له تقدر والله يقدر. فرونسي اعطينا شويه اكسكلوزيفيتي. والله شوفي نقول لك الحق، انا جي توجور جوي الجو مي الغنى ابخي ياسين ما نقدرش خلاص، صعيبه صعيبه بزاف. صعيبه مين دير لك
حاجه بيانتو ان شاء الله. لو كان يقولوا لك مثلا في هكذا مسابقه اكتشاف مواهب ويقولوا لك غني باللغه اجنبيه تعملها ولا لا؟ لا وي كاراوكي هاي الهادي تعرف Qu'est-ce que je vais chanter? Je sais pas. J'ai pas. J'ai plein de. Mettez-moi un truc. Mettez-moi. Aounou les choses. Naounouk, naounouk. Kibdaou, hna naounouk. Gagne gnou m'ak. Selma, dertili la pression doka. Je suis à la pression. Machi bzaf. De toute façon, راح نلعبوا على بالكم انا علاش قلت لكم اقعدوا في اماكنكم هكذا اختاروا باسكو كل مكان راح يعني هذه الجهه فريق وهذه الجهه فريق وراح نلعبوا نهاية نلعبوا ما لا ولا شيء خلاص نلعبوا نلعبوا يلا وخلونا نشوفوا شطاره ضيوفنا في سهره العيد. انا لازم نوصي احمد مداح غير بالعقل الخشخاش شويه اه وي اكزاكتومون انت يا قنا شويه راه زهره حبيت نسقسيك برك سان كويز يهضر على وشنو دوك نقول لك برافو مات ولا منافسة عندك الحق عبالك راح من دوكا لا كومبيتيسيون غير يسلا كما قولي لي قولي لي قولي لي مريم تربح كم ضرب واش قلتي لي قلت لك جالي دير سا باسكو اون بو با فار كوم سا هكا برك دو سي دي كيسيون اي عندك الحق دوك نفهمك سي دي كيسيون هو راح نعملوا مسابقه انتم الفريق الف وهنا الفريق با وانا نسالكم سؤال واللي يجاوب الاول ياخذ النقطه فهمنا ليكيب يجاوب ديريكت نجاوبوا ديريكت اللي يجاوب الاول مع هذا الفريق الفريق ورابح ان بوان هو اللي يربح الان بوان جاهزين يلا جاهزين ايوا نقولوا حاجيتك ما جيتك الوغ جيتكم على الشين والشين شات ام بكري تولدت وهي تجري وتموت وهي تبقى تجري صعيبه الشمس ماشي الشمس الله. تبدا بالشا احنا نعطيكم شمعه ماشي الشمعه امي سيو سيو لا لا ماشي هادي 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 نعطي لكم لي زانديس ماشي خير لي زانديس لي زانديس باش نسهلوها عندها علاقه بحيوان يشبه هكذا شغل الكبش معزه ايوه عندها العلاقة بالمعزة بالشين هذه تاعك احمد جلد المعزة جلد المعزة بلاد القبائل يا نسيمة القربة هذيك السندو السندو في ناس يسوى الشا الشا شكوى يس تيجر خويا جبتها الشكوى Allez, 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Ok. Ok. خالتي دندانة. عندها 100 و200 كتانة. ها عرفتها. ومن الركبة عريانة. ما ال سي تان انسترومون. نو. لا لا. مالك عندها حيوان. حيوان. ما يطيرش. شوية دجاجة أحمد مدح 1-1 الحمد لله الحمد لله هذه بارك الحمد لله دينا أن بوان زهرة كيما أنا ما تحبش كاع تخسر أنا كاع أنا ما نحبش نخسر أوكي سسبانس أوكي حاجيتك ما جيتك على الجيم عينين الهادي عم يبرقوا والجيم جمجامة عندها 7 ريوس كي جهنامة لا انديس بالجا جا بصح جمل هي لبسه جلابه على بالكم والله واحد ما غش بورتون ايمان عملت لي مستوى مستوى على بالك خير من اللي غنى اه وي برافو برافو الهادي فرانشو برافو اوكي اوكي لازم نصعب لازم نرجع تاع الصعاب اوكي انا ما عرفتوش زينه بنت الزين وزينها يلالي وليداتها في كرشها وساكنه العلالي C'est un fruit. Fruit. C'est un fruit. L'ananas. Répète le. معليش تعاودي من فضلك. نعاود وليداتها في كرشها، سي تري امبورتون. تشينا. دلع.
ماشي الدلاع هاكي قريبه هاكي قريبه لاكولو بطيخ بطيخ ماشي البطيخ يعني قلنا لاكولو معناتها فيها الاحمر الشجره الشجره الدلاع ماشي في الشجره لا غناد رمان لا 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 حمد ثلاثة واحد احسن ثلاثة واحد احسن احسن ثلاثة واحد احسن ثلاثة واحد احسن ثلاثة واحد احسن ثلاثة مازال كاين لي كويس مازال كاين الحمد لله الحمد لله مازال كاين ايمان لازم تحبسيني باسكو على بالك راح تحلالنا عايا صحة حاجيتك ما جيتك حاجيتك ما جيتك ايوا اللي بيني وبينك ما تشوفوا لا عيني ولا عينك انا انديس مية انا انديس انا انديس مية الريحة الريح الريحة الريحة لودور النفس الاكسجين الهواء لا 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 هو نقلك لا هذه لا شيء نفضلكم قلت الريح ما سمعنا يا هو الى جي الهواء الى جي الهواء شحر انا 4 1 لا 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 قلنا الهواء الاكسجين ماشي الهواء ما سمعتكش ولا غير قال الهواء سبحان الله شوف شوف مريم قالت لك ما سمعتكم شحال بكتي قال الهواء انا قلت الريح النقطه هذيك مدوا عليها سيما هيا ليكيب والله لقينا جلابه الرومان الهوا ما نلقاوهش سبحان الله شحال رانا السكور 4 1 سي تو نو لا كونتا نو لا لا ماشي 4 1 4 2 اما لا 3 اما لا 3 2 لا لا 3 2 هذه 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 باسك العيد هذه باسك العيد عطينا لكم ان بوان معليش على بالك الموسم الثالث او راهو مشى ولا خو من رمضان تبدلت تبدلت باذن الله حسيتي اوكي هيا كمان وحدة الي اون فاغاجوتي اون اوتر هذه الاخرى سلمى هذه الاخرى هذه الاخرى هذه الاخرى نركزوا لو كان نديرو ما تشوف ما تسمع غير الراس يلمع والعين تدمع انا نديس قالتها زهرة قالتها زهرة شريج قلتيها مقبل كي كنا نديرو في الشام الشمعة ما شاء الله سمع خلاص ما زيدش تهضر خلاص خو مازال بصح هادي تشرب نزيدو نزيدو وحده زيد انا 3 3 انا 3 3 مريم سي فغي نزيدو وحده وحده باش نشوفوا شكون الرابح ركزوا 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 جاهزين جاهزين وي جاهزين اوكي اللي مبدي بالنون والنون ولد غزال يغلب النساء والرجال ويحبط الطيور من الجبال انا انتي سوبلي يبدا بالن نسر ماشي نسر لا لا انديس من فضلكم انديس او ناقص بزاف يا رمضان حاجه من هو هكذا الشغل لازم نديروها نحتاجوها كل واحد فينا يحتاجها بصح في رمضان اي ناقصه اي ناقصه صح انتوما بصح انتوما لازم ديروها نورمالمون تروحوا النوم انا نروح انا جانا انا جانا نروح معليش بيان جو برافو فرانشمون برافو فرانشمون برافو وعدتكم الهادي شريكو مش تحبوا خلاص الكادو تاع العيد عليك الهادي ما كاش كادو تاع العيد كاين دعاوي الخير كاين دعاوي الخير جميل دعاوي الخير عجباتك سي فغي دعاوي الخير سي ميو انا ندعي لكم انت تدعي لي هو يدعي مريم انت تغني ولا لا لا نغني بصح اسمحي لي ما تجيش على الغنى جيت على التمثيل جيتي على التمثيل بصح انت يا بصح انت يا فنانه شامله واش تحبي التمثيل ولا الغنى انت جيتي على جال التمثيل نحترموا هذا الشيء بصح تحبي التمثيل ولا الغنى ما واش قلنا مقبل ثلاثة ثلاثة ايه بصح ما كي ما قدرتيش تخيري معناتها تحبيهم بين زوج عطينا شويه غنيه زهره غنات لنا وحده غني لنا انت يا وحي حده فكريها بكش غنيه زهره فكريها دقيقة راسي يتكونسونطر هذوك كونسونطري اوكي فازي خلاص انت عرفتيها
ابدا عمري ما نزلت لفت لورايا، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه، انضات احواله كلها حتى للنهاية، ما بقي في البال غير راحة بعد الوالي، كل شي ما صدقت قصته غير حكاية، خطوات الشموع ودحنين وزيان عليه، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. ولا لا 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 سيما والتيغر لازم تقولوا لي رايكم في موهبة الغناء. الله صافي فاليديو ما شاء الله، الله عندهم ان شاء الله يروحوا لبعيد، والله هذا في المستقبل راح يكونوا حاجه كبيره. انت بديت صغير الغناء تهتميت فيه؟ انا اول كاسيتي كان عمري 12 عام. الله يبارك ما شاء الله. اول اغنيه تشفلها تيك درتها على الام ديالي. على الام اعطينا مقطع، اعطينا مقطع. ما نحبش نغنيها باسكو درت هذه العيد على بالك المي ماسي الحقيقه. بالمناسبه هذه درتها على الام، درتها كنت كتبتها وحدي في البيريود هذاك، ما كنتش غنغني ديريكت، حبيت ندير واش راني عايش انا باسكو الام تاعي سيباري مع الاب تاعي الحقيقه في زوج. بالمناسبه هذه درت عليها اغنيه من بعد، كانت ما كانش اغنيه في البيريود في الوقت تاعنا هذاك، قالوا لازم دير كاسيت، درت كاسيت فيها ست اغنيات ودرت الاغنيه هذيك تاع الام اللي بديت بها. كي كانت امي ما ترقد وتغطيني، كي جات الذره ترقد وتخليني، نبكي على بابا تسحر هذه مده عوام، مادام عندي خوتي ما يسمعوا فيا موحال. الله هذه ما نحبش نغني هذا، ما نفكرش واش عايش زعما. ها هي معليش يعطيك الصحة. ربي يحفظهم مرت الشيخ ثاني بالك زعف عليا والله، مرت الشيخ الشيخ يما كامل نحبهم. نحيي الوالدين، نحيي الوالدين. والله ربي يخليهم ان شاء الله. ان شاء الله امين. انت ما تقدرش تعاوده لنا كمول، ما شاء الله الكلمات مبدعة. تحبي غنيها هكا؟ غنيها لنا كمول، غنيها لنا. ان شاء الله منك. درتها هكذا جاي هكذا. كي كانت لامي ما ترقد وتغطيني، كي جاتني ضره ترقد وتخليني، نبكي على بابا تسحر هذه مده وعوام، مادام عندي خوتي ما يسمحوا فيا محال. هكذا ايوا ايوا ايوا. نسيمه انت تغني باللغه القبيليه فقط ولا تغني كانا؟ سي سي جو نغني اون فرونسي اون بالعربيه، دونك جو شونت ان بو دو تو. سمعي 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 لنا حويجه، ما شاء الله عليك صوتك رائع، ابدعتي. البلبل غنى على غصن البان، البلبل غنى على غصن البان، اه يا شقيق النعماني، اه يا شقيق النعماني، قصدينا راه محبوب قلبي بين الزهر والريحاني، بين الزهر والريحاني. برافو صافا حمد، واش رايك؟ خير الله يرحمه ما شاء الله. صافي بليزير مع خويا ناسيم الاخت. انت ما شاء الله ما شاء الله انت عندك خبره وشايف هاك نجوم صاعده، نجوم صغار كمان صاعدين، واش تنصح؟ انت ما شاء الله عليك قاطع التريك. اكزاكتومون سي سي ديجا ان بليزير تشوف الله يبارك، تشوف الثقافه ويقراوا مليح، وديجا نشكر الام والده تاعكم واقفه معاهم ديجا على هذيك باسكو حنا واقفه معاهم وعليهم. فوالا اكزاكتومون كيكونوا مواهب كيما هذه سي سي امبورتون ثاني باراليل يقراوا مليح توجور لي ريزولتا تاعهم لاح في ليكول. صافي بليزير ديجا تسمى تحسي بلي كاين جينيراسيون طالعه بالك ميو لي ريزولتي دوكا. فوالا باسكو سي لو دون سي امبورتون. انت تقرا مليح مسيد؟ اه جامي لا ما كاينش فيها انت كانتي الهادي صوفينا لازم نو انا كنت صافي قراو قراو بصح سي بين كان قاري دي فوا دي فوا انا لا جينيراسيون تاعي سي ميم سي تعرف لازم ما تجاوبش مليح بصح ما شاء الله عليك خشخاش يعني الناس كلها تشهد لك انه عندك ثقافه نو
اللي تكون في المنهاج الدراسي وانما تحب تقرا كتب exactement. تحب exactement. تقرا اكزاكتومون تما سي مي جو دير قرينا تما قرينا مي ماشي بهذاك البروتوتيب الباين تاع عباد مستفين كنا شويه تاع مشاكل مشات فوالا مشات صافا سلمان حبيت نقول لك حاجه برك حبيتيني نغطي مور هاد مور هادو ما كيو طالون كيو ما شاء الله انا نحب نسمعهم هادو ما نغنيش موراهم مي لا بروشان فوا شوفي انا وبالهار احمد مد على كل حاجه انت دايما حتى توجد روحك كيما راك درت مع عليك باين وجد روحهم بعد حيوجد روحه لهنا شفت له طالون ما شاء الله لازم نغنوا حاجه نزيد نغنوا حاجه اندلس برجله عيطوني عطوني بينزو ماشي اليوم ماشي اليوم دوك نديرو شوف عاد لازم لا ريبيتيسيون لازم لازم ريبيتيسيون لا نعم نعم او تيغر او تيغر على بالك الهادي أرام على الهدى مرحبا بكم يا أخي أنا وحدنا في البلاتو روح تعيا وتولي شحال من دول عباد الغافلين قبلك الله يبارك خو ما شاء الله يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي هاي أحمد يا بلهار يا خويا لا عزيز أرواح تغني ترارارارا صافا صافا شدي يعطيك الصحة يعطيك الصحة أنا درت لك كوراج اه وي رحت وليت فعلا للجزائر وأنا فعلا فخورة بكل واحد وسعيدة بكل واحد فيكم أبدعتوا طليتوا على الناس فرحتوهم أنا متأكدة إن شاء الله تكونوا فرحانين رح نخلي لكم كلمة أخيرة لكل واحد فيكم تقولوا فيها كمان مرة للشعب الجزائري صحة عيدكم لكل الناس اللي عم يشوفونا ونروحوا مع التيغر وراح تعطينا أغنية الله الله ديرنا الأمبيانس الأغنية ديرنا الأمبيانس ديرنا الأمبيانس خويا ما شاء الله نتفضلوا رح نبدأ بك زهرة ميرسي بوكو دابوغ شكرا الاستضافة مرة أخرى نشكر وان تي في اللي عرضوني يعني شكرا الاستضافة صحة عيد كل أمة الإسلامية داخل أو خارج المواطن صحة عيدك أنت سلمى صحة عيد كل ضيوفنا الكرام وإن شاء الله ربي ينصر فلسطين إن شاء الله ماشي غير إحنا اللي نفرحوا كاين فلسطين اللي داي صغار ما يموتوا نتمنى لهم إن شاء الله النصر إن شاء الله يعني جوزنا آمين أحسنتي سهرة خفيفة أحسنتي ما حسيتش إيخ سمعتكم مبارك عيد مبارك لكل الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله مي بونسي تاني كما قالت زهرة سي بيان دي يعطيك الصحة بنتي عيد مبارك لإخواننا في فلسطين ربي إن شاء الله ينصرهم باسكو سي ديفيسيل في لي مومون هادو اللي يجوزوا فيها صحيح الله يرحم جميع أموات المسلمين إن شاء الله باسكو في العيد سي جينيرالمون سي سا اللي فقد واحد عزيز عليه ربي يرحمه إن شاء الله ربي يرزق الصبر للناس وربي يشافي المرضى إن شاء الله وصحة عيد كم وحبيت كل المشاهدين باللي ما زلت برامج على الوان تي في يبقاو توجور برونشي في هذا لاشان ان شاء الله يكونوا بزاف لي سيربريز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مريومة انا نقول شكرا استضافة مرات اخرى وصحة كل مشاهدينا اللي عم يشوفوا فينا وتاني ضيوفنا اليوم هنا وانا نقول تاني صحة عيد لفلسطين كما قالت زهرة مساكن ما عندهم شو يديروا مساكن صحة عيدهم وصحة عيد كل شيء برافو مالغوند يعطيك الصحة يعطيك الصحة نسيمة عزيزة تفضلي صحة عيدكم وكل عام انتم بخير اللي راهم يشوفوا فينا نقول لهم ان شاء الله كل عام ويزيد الحلم تاعكم وتزيد اي حاجه حبيتوها ان شاء الله كل عام تزيد وميرسي بوكو على الاستضافه سي فريمون جست هكا خفيفه رابيدمون ما حسينا لهاش دونك سان في بليزير دتر لا افيك فو دونك نقول مشاهدينا الكرام غيستي برونشي لو كليب تاعي حيخرج جوست ابخي مبروك فوالا جوست ابخي العيد هذا ان شاء الله دونك جيسبر اتر لا اوتور دو فوز اتونت جيسبر يعطيكم الصحه دونك نقول لكم ميرسي بوكو سا في بليزير دتر لا افيك فو بارمي فو بيان سور اي جيسبر مازال حنتلاقاو اونكور اون فوا ان شاء الله نشكر تاني وان تي في بيان سور اي توت ليكيب بيان سور ميرسي جميل شكرا الهادي ا توا شكرا للاستضافه باردون في هذا البرنامج تاعك يا سلمى ميرسي بوكو على كل حال جوزنا تري بون مومون سهره خفيفه عيدكم مبارك الله يسلمك كل عام وانتم بخير ان شاء الله
بيان سور الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن والأمة الإسلامية يشوفونا، راهم يشوفونا من بلدان عديدة يعني برا الوطن. بيان سور والشعب الفلسطيني بيان سور اون بونسي تري بيان دي زهرة. فعلا. الله ينصرهم إن شاء الله. اي اتري فيت على قناة وان تي في بور دوطخ سيربريز إن شاء الله مع خويا بلهار على كل حال. نحبك بزاف وشكرا كي جيت معايا باسكو كي ما تجاوش. بارك الله فيك. يا تري تري فيت ان شاء الله. اي بون عندي لي دو فيلم تاعو دوك يخرجوا مول العيد، راني نعرض اللي يقدر يجي يجي على كل حال. نعرض كاع نعطيكم لا دات. ميرسي بوكو سلمى. صحي انا كاع عرضتني انت الاولى. يا صحه ما بك يا سلمى. سوبر سوبر. تيغر قبل الاغنيه اعطينا كلمه هكذا اخيره ان شاء الله تكون جاتك خفيفه وظريفه. والله مش بعداش منها. ونقول لكم صحه عيدكم وصحه عيد كامل الامه الاسلاميه داخل خارج الوطن، خوتنا في فلسطين كما قال لك حمد ولادي خويا. وان شاء الله ما تكونش هذه الاولى والاخر، ان شاء الله نزيدو نتلاقاو ان شاء الله. وجاز بزاف شاب، وانا فخور بكم فخور بكم فخور بولاد البلاد هكذا كي نشوفهم. الله يبارك ما شاء الله عليهم. راني نستنى في الهادي ان شاء الله نشوفو في حاجه ان شاء الله. ناسي ما تبارك الله سلمى خذنا ثاني صافي انغرون فريزي. احمد عايش معايا في الدار مع الزوجه مع اولادي خويا. سيدي اليوم هو داخل الدار ما بغاش يخرج من الدار. خلاص احمد ما بغاش الليل ندير اليوتيوب تلفزيون كبير ندير المروحه او دخل احمد حطوا لي ما شاء الله. يستاهل يستاهل احمد يستاهل في الفرح له والله فرح له من قلبي والله. تيغ لازم نسمعوك لازم نسمعوك. يلا اطربنا على الثاني تاع توا تفضل. المايك نديرو لك لامبيونس.
خليكم معنا. برافو تيغرا. نزينوا نهار اليوم صحة عيدكم، نزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. جارية حمودة حمودة يا جري دبر عليا يما، يا جري دبر عليا يما. الزهرة مازالها مكملة. الله الله عليكم على وان تي في، وضيوفي صاروا جاهزين وحاضرين وقاعدين، واكيد اختاروا اماكنهم وراح تعرفوا علاش اخترتوا اماكنكم. فريق هنا من اثنين وفريق من ثلاثة، ونبدا نرحب بصاحب الصوت الدافي المتألق الوسيم شفيق باهو. مرحبا بك، صحة عيدك. صحة عيدك، صحة عيد كل الأمة الإسلامية، صحة عيد كل الناس اللي تشوفينا. فرحان بتواجدي مع بتواجدي معكم اليوم. الله يخليك. ولأول مرة نتلاقى بك. إن شاء الله باسي أن بتي مومون أغريابل. مرحبا بك ريحاب الجزائري. مرحبا بك. مرحبا بي عندكم. صحة عيدك، كل عام وانتي بخير في حياتك وحياة كاع الناس. الله يسلمك. صحة عيدك، صحة عيدكم انتوما، صحة عيد الجمهور دارنا، صحة عيدهم. ميرسي بوكو على الاستضافة الجميلة. معليش في لامبيونس سي با غاد. تعرف انا واش صرا لي؟ كنت لابسة، اكيد لازم تشوفوه، كنت لابسة صباط ابيض، كنت لابسة قبلو صباط بسترخاص تقطع، وسلفت صباط ابيض باش نبداو ليميسيون، ودوكا راني في صباط واحد اخر، دونك سي با ان سوسي. الوغ هذه من جو الكوميديا. هشام مرحبا بك يا هشام، نورت القاعده. اهلا وسهلا فيك، صحه عيدك ومرحبا بك. عيدكم مبارك، وعيد كل الامه الاسلاميه خارج وداخل الوطن، ويعطيكم الصحه على الاستضافه هذه. الله ينورك، بارك الله فيكم. الله يدورك. كي نقولوا هشام نقولوا جماعه مرحبا بك، جي يا جماعه واش راك؟ شكرا، مساء الخير عليكم، عيدكم مبارك، وعيد كامل الجزائريين ان شاء الله، وعيد الامه الاسلاميه ان شاء الله بخير وعلى خير. الله يسلمك المتالقه والجميله يلي كبرنا على غناك، ما تبدلتيش. الشابه سهام وشنو السر؟ خلاص شابه، شابه نحات ولات سهام. راكي شويبه، كنتي شابه وليتي مازال كي شويبه. يعيشك يعيشك. مرحبا بك وصحه عيدك. الله يسلمك، صحه عيدك انت ثاني سلمى. نحبك بزاف بزاف، ونتعدي كنتي الاخت ريم الله يرحمها. الله يرحمها ويسلمك. صحه عيدكم كل حضور معنا، صحه عيد كل الامه الاسلاميه وكل الاحباب تاع ولي فان ديالي بيان سور، والاولادي والكل العائله ديالي. الله يسجيك يا اختي، مرحبا بك. الله يسلمك يعيشك. اوكي نبدا معاك سهام. انا وراكي. وين راني؟ وراكي راني مره هنا ومره هنا في الغناء في التمثيل. لا لا التمثيل انا خاطيني، انا التمثيل يعني بروبوزاو لي باكري كي كنت صغيره كي في بداياتي، ولكن كوم انا كنت نحب الغناء قعدت في الغناء باش ما نخلطش هذه وهذه، ما نحبش، نحب نمشي الطريق واحد. فوالا دونك الغناء ديالي الحمد لله، يعني درت الكارير تاعي صافا الحمد لله، عندي جمهوري وعندي الاغاني تاعي اللي معروفه بهم سونتيمونتال، ودي فوا يعني نجبد روحي الله غالب لظروف شخصيه، يعني الاولاد ورعايه الاولاد وكبرنا الوليدات، ودرك الحمد لله راهم كبار. ما شاء الله الحمد لله. الله يسلمك ويشد ما عندك ان شاء الله. الله يسلمك. سهام واش سر الاغنيه اللي عملتيها رجعتي غنيتيها؟ تمنيت الموت. شوفي السر تاع الاغنيه هذه، قلت لهم غنيت تمنيت الموت وما حبتش تموت. اي ما حبتش تموت فعلا. فوالا قلت لهم درت فعلا فعلا حققت نجاح. كي رجعتي غنيتيها مع نومي ديال الزول دارت باز، دارت باز 34 مليون دو فيو، عاودت حياه. كان معنا رفيق باهو، كان معنا رفيق باهو، كان معنا بوسماحه الله يرحمه. الله يرحمه كانت جات ايميسيون ما شاء الله، وكانت دارت باز كبير، يعني شغل الاغنيه هذه فريمون صح ما حبتش تموت، يعني وين نقول سي بون راه دوك ينساوها، بالك نخرج حاجه واحده اخرى، ندير حاجه كيما هي ولا نو قعدت. واش تتوقعي كل ما نجوز 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 بها، حتى كي نكون في الاعراس في الاعراس في الاعراس نورمالمون ما نغنيش تمني تموت في العرس. يبان ديمونديو لي لا شونسون تمني تموت، قول علاش ماشي في عرس نديرها، في الحفلات كيف كيف، يعني ما حب الله نكذب عليك شو من السر. قولي لي جو سي با. انا نقول الاحساس صادق.
يمكن صح. أبدعتي على كل حال. أبدعتي. خرجت من القلب. خرجت من القلب. خرجت من القلب ومام طون يعني كما نقولوا خرجت على الناس للمعيشة اللي عايشينها يعني. صحيح. حقيقة الإنسان. الواقع. كل إنسان عنده ضرر في كوتيم حياته. يعني خرجت عليه هاد لا شانسون والحمد لله يا رب العالمين. ما شاء الله عليك. يعيشك. رحاب الجزائري. أكيش شويه باب النويد دراك. ميرسي بوكو. تري كلاس، سوبر كلاس. ما شاء الله عليك كان عندك تجربة بألحان وشباب. كان عندي تجربة في ألحان وشباب. الحنجرة الذهبية هي الأولى. كانت الحنجرة الذهبية ومد ألحان وشباب. كانت عندي تجربة مع الليبيين، مع التوانسة. غنيت بارتو. احكي لنا اكزاكتومون. سجلت أغنية على فلسطين وسجلت أغنية على درنا اللي صرا فيها الفيضان، ربي يرحم جميع اللي ماتوا. وعندي جديد، راني في جديد. وشنو هو جديد؟ احكي لنا وشنو هو جديد. عندي خمس اغاني راهم واجدين باذن الله. وحتصدريهم كالبوم ولا كل وحده وحدها؟ حنصدرهم كالبوم كل وحده وحدها. ماشي سينجل. ماشي سينجل نو، كل وحده وحدها. بس كده كمان عاد يمشي سينجل. صحيح. عاد غنيات ديلك. قصدك الالبوم راح يكونوا سينجلز. الالبوم مانيش راح ندير البوم سينجل. بس الالبوم مش راح ينجح لي. لازم بكري الالبوم ماشي دوكا. اوكي. دوكا غنيه كابابل غنيه تنجح لك كابابل. واش راح تختاري؟ واش راح تختاري باش هكذا تطلقي الاغاني؟ راح تغني لنا وحده اليوم. ولا نغني لكم وحده. ليكسكلوزيفيتي سي وان تي في جادور. يعطيك الصحه. انا حبيت نكري ستيل راي شرقي بما ان انا نحب الشرقي. وصوتك عندك تمكن عالي جدا ما شاء الله عليك فعلا تقدري لانه الغناء الشرقي يتطلب يعني في مقامات مختلفه. ندير راي شرقي كلمات نقيه. رانا متشوقين نسمعوا. رانا متشوقين. خلاص كما كان الاغاني زمان. اكيد. من الراي الشرقي. شكون اللي ساعدك في الاغاني باش عملتي هذا المزيج ما بين الشرق وتراثنا ولا غنانا حنايا؟ توفيق عمر راهو يعاون فيا تانيك باش نوجه له تحيه. نوجه له تحيه نقولوا له صحه عيدك. كاين عبدو باغولي. لا عبدو لا مش عبدو سعود. عبدو باغولي يكتب هذا تانيك. هو سجل لي الغنيه تاعي الاولى. اوكي. وكاين منير بليده يعني تاع يعاون فيا تانيك. وكاين بزاف. وانت كي تختاري الاغاني واش يخليك تقولي هذه هي الغنيه؟ انا الغنيه كون ما نحسلهاش ما نغنيهاش. اوكي. وكان ما تكونش مايله للشرقي ما نغنيهاش تانيك. اوكي جميل. والكلام هو اللي يجذبك ولا اللحن؟ اكيد انا الكلام يجذبني. الكلام اولا ما من اللحن كي يكون الكلام نقي ويكون طابق على اللحن. سينو الغنيه كي تكون مشي انا خطره عطاو لي غنيه قال لك غنيها قلت لهم لا ما غنيش. قال لك لازم تغني قلت لهم ما نغنيش. حتى صرات لي في الحان وشباب جابوا لي غنيه قالوا لي هاكي غنيها قلت لهم هذا ماشي ستيل تاعي. أوكي. ما نقدرش نغني. انا نغني غنية حستها انا اللي راح نبان للجمهور. فهمتي؟ فلهذا انا تمسكك يعني جميل فعلا. فلهذا انا نغني واش نحس ونحس واش نغني. انا نقدر شوفي نقدر نشاركها في الراي في هذه العفسه ولكن ديفا يقول لك ديفا نلح انه الانسان في كل حاجه ماشي فورسيمون في الغناء ولكن يقدر يخرج من لا زون دو كونفور تاعو وين يحس وين الاخر. بالك انت تخرجي حاجه جديده وحتعطيها روح جديده وتقدر توصل بالك اكثر واش نحسوا حنا يعني شغل يقول لك كل شيء عجبك ولبس وشي عجب الناس. دونك في الغناء ديفا مليح انه يكون هذاك تشالنج هذاك تاع انه الانسان مليح يخرج من هذاك الاخر. ولكن انا جو ريسبكت سون تروك بيان سور ولكن نقولها سي خرجي من هذيك الحاجه بالك هذيك هي الحاجه اللي حدرك بوم واش الله ربي يعني ممكن نغنوا زنقاوي نغنوا زنقاوي نغنوا نايلي نغنوا شاوي نغنوا تزيري نايلي نغنو نايلي انا نايلي يا صافي بدينا معكم السهره هكذا دندنه جميله. غنوا نحويجه هكذا وحده ثانيه هكذا خرجها من في تاعك. اي خرجني معليش. نايلي الورد يفتح ويدبان راح لي لزنقتو. لا هي صح خيم زنقتو صح يا اخي حنكونوا عفويين مع عفويين السهرة عفوية 100% اختاري يلا هيا. انا كنت تقولي اختاري نقول لك غني غني نغني شرقي. لا قلنا نخرجوا نجربوا ريحان يا رئيس البلاد الاسلامي قول لها البدر الزين
عمري ما ننسى. هذا وش نايلي؟ ايه هذا معايا يا روحي. برضاك يا خليلي. هاي شرقتها عاود وليد للشرق. انا شرقتها عاود تغير جاتها لزنيقتها. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. رحت لنايلي من بعد دورت على جنبي. شفيق انت مبهي العراس وتحب كانا عملت نجاحات بالكليبات واغانيك. الحمد لله. وين تلقى روحك اكثر؟ إلا قلت لك شوفي هي بيان سور وين يلقى روحه الانسان كي يكون لايف شغل وين يحس يعني يمد. واش قصدك باللايف يعني باللايف يعني الناس يكون باسكو علاش الكليب والاخر سي صوره اللي كيتمديها الاخر هذه مليح انه تكون صورتك مليحه وتكون شابه وتكون الاخر ولكن انا وين حصوحي مليح حصوحي انت راك مهتم بالصوره والله ولا ما مصوره ولا شوفي قبيله نبيع ولا لا لا نبيع انا لا لا انا شخصيا انا بان سمي ولا لا باسكو وين انا راك فوبون الله يحفظك دوك انا وين نروح يقولوا لي عافاك هاك سمنت عس روحك هاك بديت اسكت ماشي غير انت على حنيكاتي راه وصح صح صح سمنت هي الاولى من قبيله غير تلقيتها اه شفيقه كبديت لازم له سبور اسوناج 30 سنه دونك ما مازالو جون فهموني شوفي مانيش نسيب لي جون باش تربي دواره مانيش نسيب في لي زيكسكوز عندي بروبليم دو تيرويد الله غالب دوك تنفخ تطلع الله يشفيك انا وين نحس روحي وين نحس روحي بوكو بلوس مليح كي نكون نمد في شغل لايف هكا شو مع الناس قريب تحب تفاعلك مع الناس دونك جو تخوف وجو تخوف كو دي فوا ندير عفايس نو واللايف يخليك ديكوفري الصوت تاعك وين لاحق اوسي وين قدراتك الصوتيه وين تروح واش من طبوع اللي تقدر تغنيها يعني تحسيها ملي الناس يخلوك تعطي يخلوك فوالا ولا الناس كانوا متعاونين معاك انت راح تمدي اكثر اكثر واكثر راح تعيشي في حاجه حتى تلقاي روحك اه تيا انا مالغري شغل نغني ستيل بصح شتي هذاك ستيل كيفاش كنت شغل ديجا تحسي روحك عندك بزاف طبوع تعرفيهم لايف سي بيان الفنان جميل. انا بومون والتفاعل فعلا كبير. جميل وشفنا تفاعل رائع 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 بالثنائي الرائع هشام وجمعه انتم انضميتوا لانستينا مبدع انا نحييه باسكو انا وبشار قلنا هذا الانسان يعني هكذا مخيخ يعني من عالم اخر من عالم يعني فخر للجزائر نحيوه احلى تحيه صحة عيدك يوتيوبر رائع والبرنامج الوثائقي الساخر هاك انتوما الدور اللي لعبتوا فيه حكولي شكون حاب يبدا كيف انا ولا هو كيف ديزاد ناسيونال جيوغرافي هذه وي سيتين سيري خدمناها العام اللي فات درنا الموسم الاول وهذا العام درنا الموسم الثاني بدينا حنايا درنا ان فيديو قبل السيري هذه دارت نجاح كبير خممنا درنا السيري الاولى وهذا العام درنا السيري الدوزيام سيتين سيري فيها دي سوجي شغل تعالجي مواضيع اللي رانا عايشينهم حنايا بطريقه تاعنا طريقه فكاهيه وشغل ستيل تاع دوكيومونتير شتيها كيفاش لو ستيل تاعها جميل حنايا شاك جور عندنا سوجي هكذا نعالجوه مثلا الزواج مثلا التابعه مثلا واش كاين حنايا عندنا هكذاك هشام تجربتك انت كيفاش كانت؟ التجربة تاعي كانت بزاف مليحة وكي تلقى ايكيب هكذا احنا شغل ايكيب سودي شغل نتعاونوا في كل حاجة جميل في الكتابة في الإخراج جميل راح نشوفوا تقرير على كل حال ونرجعوا لكم أول تحدي يواجه الكساكسي هو اختيار الطاولة بالإكسبيريونس تاعي بخبرتي في الأعراس ومن أجل فرصة أكبر أقابر طاولة فيها أطفال أو شيوخ لا يأكلون كثيرا تكون عندي لا شونس أكثر يستعمل جورج تقنية مقابرة البوراك ظاهرة فيزيولوجية أطلق عليها السكان المحليون اسم التابعة علميا هم أشخاص يتركون حياتهم ويعيشون لك حياتك كل حي لديه جوناس مختص في الضرب بالعين
يا لها من فتاة جميلة. بعد مجازر أرخبيل الحلزون وسجون قبائل الزلحبيس، حلقة جديدة في سلسلة حشوة القرن. كان جورج شابا سعيدا ينعم بالحرية، يسهر مع أصدقائه، إلى أن جاء اليوم المشؤوم الذي عكس فيه فتاة بالقصر أمام المارشي. تسارعت الأحداث ووجد نفسه داخل قفص الزواج. إنها مأساة، لم أستوعب لحد الآن ما حصل. ما دخلش قلم تدخل قلبي منذ أول يوم، ولكن ما العمل؟ هو اختارها، هو اللي خيرها. بعد شهر العسل الرومانسي اصطدم جورج بالواقع المر، صوتها الحنين في الهاتف اختفى، شكلها أصبح بدون مكياج ولا فلتر، ضغط شديد بمئات المكالمات يوميا. قبل الزواج شبهني مقروض بالوعود الكاذبة أن أعيش على بيلفي، ولكني لم أجد إلا الشغل والميناج. شغل والميناج. كانت علاقة الزوجين على شعرة، وأنجبت كريستين طفلا رابطت به جورج، وكسبت ثقة في نفسها. طلقني إن كنت رجلا، افعلها هيا. شيش. علميا تخرج المرأة الجرون بعد إنجاب طفل لضمانها أن زوجها لن يطلقها. ما حش يطلقها. ولا لا. عمل فعلا بين فيه مجهود بزاف كبير هشام وجماعة. ما شاء الله. الإنتاج السلسلة كان سهل، نشوف أنه في تناغم بالليكيب كلها مثل ما قال هشام. هي إحنا يا ليكيب هذه اللي دي الكبيرة تاع أنستينا، وحنا يا إيكيب كنا في الكتابة، درنا ورشة تاع الكتابة وخدمنا بإمكانية جد بسيطة. باش نقول لك أنا يعني نقولها لك هدية، هذه إمكانية خدمنا بها كاين أنا هشام وتوفيق سمايلي ما كانش معنا، نحييوه نحييوه لتوفيق. ليكيب هذوما اللي خدموا هذه السلسلة بإمكانية جد ضعيفة، تسمى حنا خدمنا حنا نتورني وحنا نجيب هذيك حنا. هل ممكن تقول أنه وان تي في عطات لكم الفرصة؟ أنه عطاتنا الفرصة، عطاتنا الفرصة وكانت كانت لا دوزيام بارتي هذه درنا ديجا. اي طبعا طبعا امكانيات جد ومحدوده وعبر امكانيات قليله، ولكن المواهب تاعكم كانت قاويه، غلبت الامكانيات. كنا راهي شوفي راهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرابه 40 مليون مشاهده. الله يبارك. 40 مليون مشاهده. راح نحكي ايضا انه في قناه حكيت عليكم، ذا بريتش برودكاستينج شانل بي بي سي، حكيت عليكم والمشاهدات كانت عالية. بصح قبل وش كان عندكم مشاكل ولا مثلا حاجة كنتوا تواجهوها في التصوير ولا صعوبات، بما أنه الإمكانيات كانت بسيطة لأنه العمل فخم؟ ماكاليتي توبا ما كاش بزاف يعني مشاكل، قلت لك كان الامكانيات اللي كانوا بزاف عيون عيني. كي انا كي نجي نتورني ما نصيبش كل حاجه واجده. اوكي كوم كوميديان الحق انا نبدا نتورني، لا حنا لازم نجيبوا هذاك ونجيبوا هذاك ونبريباري ولا بنو نتورني. انتوما كنتوا تساعدوا، كنتوا ديروا كل شيء، كنا في الكاميرا مور الكاميرا، مين داك ندخلوا المونتاج نعاونوا مين داك. واو واو. يعني كان ميم كي تجيب زعما كوميديان ممثل انت اللي تشوف وين تحط تعطيني الحق وتهلاو فيه كذا يجيبوا وتسافوا وتورني معاه. احنا دوكا لو كنت خلونا نشوفوا اللي التقرير اللي صار عليكم في قناه اجنبيه اللي هي البي بي سي اللي كنت احكي عليها. الحلقه الاولى دار ضجه كبيره، ضجه كبيره فعلا. 300 انا المدير 300 الف لايك على مشاهده التقرير. خلونا نشوفه مع بعض. باتت قوة المنصات الرقمية في السنوات الأخيرة واضحة، وفرضت هذه المنصات نفسها في مجالات عدة، في السياسة، في العلوم، في الدراما، في الفكاهة، التي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة من أجل إيصالها. أحد رواد هذه المواقع في الجزائر هو اليوتيوبر أنس تينا. أنس بوزغوب أو معروف أيضا باسم أنس تينا هو صانع محتوى ويوتيوبر جزائري اختار مواقع التواصل لعرض أعماله الرمضانية في السنوات القليلة الماضية. تعود عليه الجمهور وصار محبوه ومتابعوه ينتظرونه كل سنة في شهر رمضان. يحظى أنس بشهرة واسعة في الجزائر وفي أرجاء المنطقة المغاربية عموما، حيث يتجاوز عدد متابعيه على يوتيوب 2,790,000 متابع.
في هذا العام جهز أنس مجموعة من وثائقيات تعالج ظواهر اجتماعية مختلفة بشكل ساخر. كثيرا ما يثير أنس تينا النقاش والجدل والإعجاب أيضا، لأنه يقدم محتواه على طريقة الأفلام الوثائقية في القنوات الوثائقية كما تشاهدونها أحيانا. نشاهد هذا الوثائقي الذي يسميه الشكامين، وشكام في الجزائرية لمن لا يعرف تعني المخبر في مكان العمل. أعراض الشيتة على جورج مع أولى خطواته الدراسية، حيث كانت تكلفه المعلمة عند خروجها بحراسة زملائه وكتب أسماء المشوشين في السبورة لتعاقبهم عند عودتها. كبر جورج وانطلقت مسيرته الاحترافية مع أول وظيفة. عشق جورج المدير من أول نظرة وقدسه وأصبح أكبر شكام في الشركة. ما نقدروش نشوفوا ما نضحكوش فعلا. علقونا هكذا، كي تشوفوا حالكم، كي تشوفوا هذا الضجه اللي حوالين العمل الناجح اللي شاركتوا فيه وخدمتوا فيه كما قلتوا من كلش صافي 3 جور ولا 4 جور ملي كملنا التورناج. معليش ما عمك تلمو كان مع رمضان. كانوا الناس بزاف عمك عمك كل من جرح نديرو كوبيرو لي يقول لك شغل ماذا بينا. شوف هشام انت تحب بشار نوجه له تحيه. بشار نحبو بشار تحبو وبشار يعني تبعكم تلمو حبكم فعلا. الحمد لله والله الحمد لله. شوف هنا كي نشوف الناس برا جبها عجبتها الخدمه بس خدمناها من القلب ودائما نعاودها بامكانيات ضعيفه خدمناها من القلب ومدينا فيها كاع واش كاين وكنا مبازي وسيغتو على السوجي كنا نعالجو مواضيع اللي رانا عايشينها ماشي نديرو واش رانا عايشين قال تابع الزواج تاعنا باك يقدروا يشوفوهم تما كاين صفحات لبنانيه صفحات لبنانيه مصريه. ريحه انت تحسي انه الاعمال ممكن تعملي مثلا كي تعملي شغلك عفوا تدخلي نفس الشيء مثلا في التصوير في الكلام في اكيد اوكي انا في التصوير جد وصارمة حتى في الكلام حتى في الالحان حتى في الكليب نتاعي كيفاش حيكون عندك صوره معينه تروحي بها انا الكليب نتاعي الاخير اللي كان مع كمال ملوك نوجه له تحيه انا كنتش راضي عليه الكليب اوكي مع انه الغنيه كانت مليحه والكليب ما كنتش راضي عليه لانه جا سامبل ما نحبش هكا اغنيه شابه نحبها تروح في الكلاس واش درتي كيف قاعدين ونغنوا بميكرو هذه راحت كان ما عندناش الوقت كان داهمنا اوكي صافي غنينا اغنيه عاطفيه أوكي. ولازم لها شغل سيناريو ما كانش عندنا الوقت باش نلحقوا نديروا سيناريو خيرها بغيرها بيان سور جايزي في العمل كيفاش شوف انا في العمل شوف كل واحد عنده الاختصاص تاعو كل واحد الاخر ولكن اكيد انا من الناس اللي نمد من الشغل الراي تاعي نمد بالك دوك قال لك هذا يكمل هذا دوك انا من الناس اللي بالك نمد لك ديجا باش نتعامل مع مخرج ولا مع كاتب ولا الاخر ديجا لازم تكون هذيك لا كومبليسيتي بيني وبينه باسكو الا رحت يمكن الثقه فوالا الا رحت من هذيك الباب تاع هو مخرج ولا هو الاخر عباك واحد البلوكاج حيوقع ومن بعد شو ما نقدرش نمد واش عندي ولكن انا من الناس اللي انا عكس واش نبان كاع في التلفزيون يعني صراحه يعني انا كيفاش نبان انا كاين بزاف اللي كيشوفونا يقول لك زواخ متكبر متعب ظريف الاخر ولكن انا انسان مارح نعرف غير نضحك ما عندي حتى في زيد غير تضحك بالعكس مي من الناس اللي ندخل روحي فاسيلمون يعني نخدم على هذه الحاجه انه نسي نربح الانسان باش تكون ان سوبلاس هكذا في العمل ونمد بالك رايي بالك حيزيد له بالك ياخذوا بعين الاعتبار بالك لا ولكن باش نقول لك زعما انا جو سوي تري اكزيجون صف كونت جو فوا حاجه اللي حضرني يعني سافا مجوي ان موفي روتور ولا سافا زعما حاجه ما تناسبنيش زعما لا ما تناسبني لا كانسان لا كجزائري لا كمسلم لا هاد الحاجات هذا ما شغل هاد الحاجه نقدر ندخل روحي نقدر نرفض ولكن حاجه اخرى شغل متساهل جدا انا نشوفه في التمثيل
اوكي سهام انت يا مسيره طويله ان شاء الله ما شاء الله عليك وجهك تعتمتي رحمه كيفاش ان شاء الله انا دوك كيما باهو رحاب انا راني شغل قديمه عليهم والاخر بالنسبه لي هذه الامور ما عادوش يخلعوني بالك نقول لك كي بدايتي في بدايتي كنت نخاف من هذه الامور كما قالت لك كما قال لك لازم نشوف الكلمات نشوف كذا ولكن دركا انا نو لي باغولي يعرفوا شابة سهام واش سي كوا لو ستيل تاع شابة سهام يعرفوا سهام باللي تغني كلام يعني محترم يعرفوا سهام اللحن تاعها لازم يكون كذا كذا دونك ما عنديش بروبليم في هذا الشيء وحتى وكان يجيبوا لي كاتب ولا ملحن جديد انا عندي مطبعي ما نحبش ناخذ غير القرار تاعي انا بيان سور حاجه كيما مي كوم يعرفوا لو ستيل ديالي شحال مازال ما صراتليش باسكو لي باغولي ولا لي ميوزيسيان كي يجوني يجوني واجدين جايبين لي شابه سهام ديريكتومون سور ميزور سور ميزور فوالا جميل نسمعها ديريكتومون نقول لهم وي شابه هل تشاركي الراي رحاب كانت تقول انا نشوف باهو في التمثيل شاركيها الراي وي نشاركها الراي وي الو انت قول لنا وي باسكو بالك هو بالك يبان لكم كما قال لك يبان يتكبر ولا يبان كذا ولكن هو عكسه عكس كامل واش يشوفوا الناس مرحبا بك روح قال لك او قال لك والله راني شوفي ورانا بوزيسيون على رانا في رانا في عيد لا بروشان سيزون نحبوا نلعب معكم من الان للزاد وندير كيما ديروا نتوما من ال زد وباطل وابيك والله ما قلبي اسكي شويه انا شوفي نقول واحد الحاجه انا بصح ابدا دوكا غني نغنيه شابه تفضل نروح روح يلا خدع قلبي ده زمان قولي علاش عليك قولي علاش عليك انا اللي درت فيك الامان قلبي هديته ليك خدع قلبي ده زمان قولي علاش عليك قولي علاش عليك انا اللي درت فيك الامان قلبي هديته ليك في الاول كانت باينة ضبطي وظهرتي خاينة في ربك انا نتهنى انا خسارة عليك بدلتيني بمولفة نية خبرني قلبي قلبي وحسي خدع قلبي لزمان قولي علاش عليك قولي علاش عليك انا اللي درت فيك الامان قلبي هديته ليك خدع قلبي لزمان قولي علاش عليك قولي علاش عليك انا اللي درت فيك الامان واليوم راني معول السم حيتها ومشيت خدع قلبي ده زمان قولي علاش عليك قولي علاش عليك انا اللي درت فيك الامان قلبي هديته ليك خدع قلبي ده زمان قولي علاش عليك قولي علاش عليك انا اللي درت فيك الامان Thank you.
قلبي محبة طرتني الدنيا دنيا وما عليك خدع قلبي ده زمن قولي علاش عليك قولي علاش عليك أنا اللي يدت في كل أمن قلبي هديته ليك خدع قلبي ده زمن قولي علاش عليك قولي علاش عليك أنا اللي يدت في كل أمن الله 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 عليكم دبي واحد لهم يوم نقعدوا في اجواء الفرحه ونبداو الكويز ديرك لازم نقعدوا هكذا جاهزين جاهزين اللي قاعدين منا فريق الف اللي قاعدين منا احنا ثلاثه زوج ثلاثه زوج انا رايح جاي سلمى 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 ثلاثه ام اربعه انا فيها زوج لا ولا راك تبان راك تبان رشيق جدا شوف النهار تاعو كاش اي في الكاميرا يبين طرونسيس قولوا لي نجي انا قال نجي معاك والله انا قالنا انا قالنا السؤال الاول جاهزين البقلاوة إيه شحال تجي فيها من طبقات تاع العجينة 12 6 لا 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 خليها تعطينا تعطينا اسمه لا لا صديق واش من فهم ديك اللي يديروها انا نحبها لك لا نموت عليها وين عطيت عطيت طبقات 24 هاكي قريبة لا لا 7 نورمال 7 صح لا لا دابا يديروها بلافات هذيك اللي تتباع لا لا طيب لافات فيلو هذيك لافات ما فهمتش السؤال سبعة لا طيب انا نطيب فيها والله نفهم السؤال ما فهمش السؤال سيهان نعاودو نعاودو بدلي السؤال نكملوا كملوا على السبعة فاسكم ما فطيبها ما فطيبها ما فطيبها اه ريحه بقات لك سبيسياليست تاع بقلاوة ما نرضى ندير معليش نجوزوها انا ما ندخلش كوزينة بصح البقلاوة نديرها الكاطو نديرها صح شوفي معليش درتي كاطو تاع العيد اه هاي صحه بنت خالتي تشد عليا هاي بنت خالتك تحيه العزيزه تحيه العزيزه عزيزه عزيزه شفنا والو عزيزه جيبي دقدق عزيزه جيبي البقلاوه عزيزه جيبي البقلاوه تاع ريحه ما شفناهاش ما شفناها او عندنا القاطو او عندنا القاطو احلى قاطو اوكي سؤال ثاني سيهم على سيهم ركزي خاطر انا اللي سمعناه شوفي دوكا راهي بيناتنا شطحه على بالك قال قال يقعد في هذه البلاصه منافسين احنا على بالك انا جو سي ام انا 1-0 لا انا 1-0 سلمى هذا الكرسي هذا الكرسي لازم لازم تتبسوا عليه القوه القوه دايرين لهذ الجهه انا جو سي ام في بيردون ما نحبش نخسر خلاص اوكي داكور انت راك رابح 1-0 1-0 اوكي وشنو هو وشنو هو المكون الأساسي الأساسي أيوة في البنيون حلو لا قطو قطو ما تجيبش مليح لا لا ما تجيبش الترك حلو الترك الكراميل جوفري شكون قال قطو سناو أنا قطو حنا قلنا شكون شكون أنا قلت قطو أنا قلت قطو جمع هو يقال قطو معليش شوف البنيون البنيون كيفاش يخدم سمحي لي شوف يجيو معين في الدار يديروه وتبقى الصبر كنا كنا نشوفوا كنا معين قطو كنا أنا قلت الإعداد قالوا لي جمع هو يقال قطو والله غير معليش معليش واش دور فيها حشمنا بيان سور معليش لا لا صح ولا قالها هو الأول لا لا صح قالها هو الأول اه شوف هاي بيناتنا شطحه ماشي عشاء خاف يا ربي على ود الشطحه درك اسكت اوكي جاهزين جاهزين باش يتزين قاطو المشوك بالزنج زنجبيل لا 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 سيريز من الفوق ماشي زنجبيل سيريز من الفوق لا لا هذاك لي فروي كونفي اما هو غامل سيريز من الفوق سيريز حب الملوك شنو قالنا حب الملوك سيريز من الفوق لا لا ماشي بس ماشي الاجابه كامله زيدوا لي سيريز هذاك من الفوق زيد زيد حب الملوك من الفوق الناس يديروها واللوز يفيلي جمع شنو هذا وشنو هذا هي تابعة خلاص والله ما فهمت زوج هي معيشتها يخي هذاك تدي مدوه فلاتي هو جمع على بالك يخي لي مدوه لاتاي مع نزوم على نزوم على تين مع القهوة لا لا هو قال في كونفي هشام قال لي اليوم دوزان تاعو
اليوم شتو في الدار على بالي قلت لك عليه علاش قلت لك راه عن بالي القريوش والله غير عطى لي راح نجري وش هذا السبات اللي يديرهم من الفوق يا اخي راك تخدم العراس انا ما ناكلهمش كاع ما تاكلهمش كاع ما يشقيش روحهم لا شافوا عيط والو مقسومه تمد يا داكا حبل الملوك واللوز يتيلاسكو راكم زوج زوج واحد زوج واحد زاك راكم ثلاثه دوري اليوم كي داير في البيت ما درتش ها ها سيبو الو بشار الو بشار ها الو بشار ما تشكيش بيا سكت برك جاني طبور في الجزائر هلا والله حياك الله كيفك حياك الله قلتي لي يا بشار شوفنا معاك قلتي لي العيد عليك سؤال 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 وش الفرق يمكن هذول البنات يكونوا شاطرين في انا ما عرفون نجاوب انا ما لا لا يمكن يكونوا شاطرين بالفار هاوج مع ابدع في الـ في الـ في الكاطو فوالا ابدع وش الفرق بين خيط الروح اللي فيه دمعه واحده وخيط الروح اللي فيه ثلاث دمعات اللي احنا خاطينا خاطيكم الفرق انه المزوجه وحده وحده عازبه يعطيك الصحه شكون تاع العازبه نعطيك النقطه تاع العازبه تاع العازبه فيه زوج والاخر فيه واحده زوجه تاع فيه واحده واحده لا لا تاع المزوجه اللي فيه العكس العكس انا ندير نقطه لا جابها على الزوج لا لا جاوبوني لا نص نص ما مانيش جاوبت مقبله نص بابا بابا سالي جاوب راه انا كي ناكل في نص نص الضرب الطاوله هاك خاطيك انفوس كاميرا مان ادي كاميرا كاميرا كومبلي تعيش شوفي موطيك دار ثلاثة واحد بون السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده شحال انا السكور ثلاثة واحد ولا كي زوج ونص زوج ونص ماشي زوج واحد واحد واش دي كي زوج واحد صح صح معليش سامحوني دوك انت عطيتي اجابه اوكي زوج ونص زوج ونص خلونا نزوج السؤال الاخير هادو عنده احنا كنا زوج واحد ودوك هذا السؤال الثالث جاوبنا نص الاجابه معليش عندنا زوج ونص جاوبتوا بين زوج جاوبتوا عندنا زوج على واحد ونص انت قلتي العازبه وهذا وهو قال قال زوج ونص زوج ونص السؤال الاخير زوج ونص واحد ونص واحد ونص واحد ونص لا زوج ونص واحد ونص سكور فايتينا بواحد بيزار سكور مثل سهرتنا سبيسيال اوكي وعلاش نسمو المتوم متوم فيه توم معمر التوم لا لا فيه التوم ما فيش فيه هو فيه التوم بس ماشي على جال التوم بولات هذوك يشبهوا فيونداش على جال البول لي بولات واش بيهم يشبهوا للتوم يشبهوا للتوم يشبهوش للتوم ما يشبهوش ما يشبهوش كاع للتوم يجوا مدورين تقول جماعه يشوف المشوب كيشوف لي بول يطيب التوم يطيب التوم باسكو تجي مرقه تاعو بيضه لا التوم المرقه تاعو سلمى تري له التوم بزاف اكزاكتوم فوالا فهذوك لي بولات فيهم التوم بزاف فيهم الاسم ماشي التوم ما عندوش علاقه بالتوم مثوم الشكل الشكل المتوم هاك قريبه الشكل المتوم يكزيستي هذا الشكل المتوم كاين لا لا الاسم الاسم علاش ماشي مدور تفضلي استعين بالفار معليش برك مازال ما كان والو ما قطعنا انا على بالي بالاجابه انا انت غشاش قال غشاش انا غشاش قال غشاش هو مدور متوم لا 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 هي مدور لا لا تخمش لي الاسم هاي تشابهوا كاع لي بولات متومين هاي في لي بولات هذوك ايوا يتشابهوا يتشابهوا انا زوج ونص خلاص معليش زوج ونص زوج ونص هيا السؤال حسن سؤال اخير نزيدوا سؤال سؤال واحد والله غير نزيدو 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 جامي جاتني في راسي انا اني اني شو اني درت هكذا بزاف بيستون بزاف بيستون خلاص استنى منصفه هاي الزوائل او يدي او يدير لي قال يجي يغني في العراس 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 ولادي باش ان شاء الله ايوه ماما الله بيعرف انا دوك نقول لك لا كيسيون وشنو هو المكون الرئيسي تاع الدولمه قرعه فيونداشي فيونداشي البطاطا فيونداشي قالها فيونداشي هي
اللحم المفروم الفياندا. واش قلت انا؟ الحمد لله. لا لا قلت الفياندا. واش قلت انا؟ انا ولا غير شي حاجه ثانيه. واش قلت انا؟ فيونداشي. فيونداشي. غير فار فار. لا لا ولا شوف انا ما نكذب. انا راني ثقيله اليوم. لا لا انت باش نفرحوا باش نفرحوا. الدواء باش نفرحوا. انا ربحت. انتم ربحتوا معليش. نخلوا تحيه لينا على بالك بلي احنا ربحنا فهموا واش انا عندي دراكم كاملين رابحين خلاص لا بصح الكابون اللي هنا وجودكم معايا ومحليين سهره انا اليوم قولي لي في وضع خاص يعني هما على بالهم انا شربت دواء تاع الاليرجي دوك راني دي فوا معاكم دي فوا لي رقدت هي ماشي حابه تغني سي فور سقات لك هكذا لا والله لا نسمعوا احنا الاغنيه جينا على جنا على بالك انا ما حبش تخسر سيادتي راه خطير تبغي واني دي خانه شغل الاسئله اللي طرحتيهم شربي شويه لا باق قدامي الاسئله اللي طرحتيهم هادو كامل خدمتي صنعت احنا سختو احنا ننسى صح تاع الدار تاع الدار صح مرات في مسابقه واحد يتفرفش دخل واحد في وسطنا الله غالب انا دخل واحد في وسطنا شوف انا كي كنت صغير كانوا يقولوا لها اليما الله يرحمها كانوا يقولوا لها عباك وليدك انه كان يركز يسمع بو الحمد لله يعني كنت جيتي ان ليف يعني اسي مليح ماشي اكسيلون ولكن يقولها كان كان نقولها كان يركز فور انا انسان ما كانش مشوج اني مون بيرتور بعد وي عباك ملي كنت صغير وانا هكذا في الطابله نحب نقعد مع لاري ما نحبش يحطوني عندي بدوك النوادر تاعي حبيت يحطوني في لافون انا نحب نروح مع لاري زعما نلعبها شغل مافيا وانا هكذا دور بيها يا الشبان دور بيها دور بيها تخدم عليك وعليها نروحوا رحاب لازم تطربينا يلا تفضلي يلا راح نغني غنيه اللي نحبها دوك تسمعوها من الالبوم الجديد نو خاطي هذا كوفر خاطي كاع من الالبوم الجديد ايوا تفضلي يا رحاب
يعطيك الصحه ميرسي. حبيت نقول لها حاجه تفضلي. شدت ستيل شباب وي اكزاكتلي تاعك انت يعني شوفي لا شونسون كيفاش بدلتيها عطيتي لها واحد الروح عطيتي لها لو تيم تاعك انت حاجتك انت خاصه بيك قعدتي في هذا الستيل اللي حبيتها قعدتي في هذا الستيل راح تنجحي عجبتني بزاف لو ستيل اللي درتي والقبوله هكذا تفوت على القلب فوالا فوالا جميله جميله بيان سور اختنا الحليمه يا لالا يا تركيه الفنانه تاعنا الكبيره بيان سور عندها ستيل خاص بها وكانت خرجتها من اروع ما يكون ولكن فوالا مي لا ريبريز تاع رحاب ما شاء الله يعني فريمون هاو لو ستيل خل من اللي تروحي للشرقي والاخر هو اللي حبي مخلطك شغل حبي يخرجني هو ديما يقول لي رحاب يلا نديرو نعاودو التراث نحيوه بطريقه جديده احسنتي راني في هذاك الطريق مع هو كملي هكذا اكزاكت هكذا هذه الكوفر هكذا بلمسه جديده وبحله جديده مانيفيك اكزاكت انا قاعده نقول تحيه خاصه للمصمم العالمي اللي هو قاعده مبدع ويحب يحيي التراث الجزائري أمور قليل اللي لبسني الليلة نتشكرك ونتشكر فافا بور ماي ميك اب اند ماي هير وفريمون برافو فريمون برافو شرفتوني نحبكم قبل ما نعطوا لا سين للعظيمة سهام أنا حابة نسمعك الأغنية العاطفية أنا ما ندير في الهول تاعهم هذا لا لا نستمتعوا نستمتعوا تطربينا وتخلينا نرجعوا للمشاهدين هكذا برونق صح حبيت تعطوني هكذا كلمة أخيرة بهذه السهرة بهذه الهمة لأن شوفوا أنا ماشي غير فرحانة أكو فرحانين قدي ولا لا لا أنا والله غير والله أنا وي دوبلمون فريمون دوبلمون باسكو جو سوي أنتوري باغ دي زارتيست لي بيرسونالمون أنا جادمير إي جام بوكو جو سوي جاي إيتي سوليسيتي باغ أون شان لي جو سوي دونك برافو des gens اللي يعرفوا يعرضوا des gens اللي يعرفوا يقيموا الفنان كي يعيطوا له سي تري امبورطون دونك ربي ان شاء الله مزيد ومزيد ومزيد من التالق وفرحت بشوفتك والله صدقيني اعطيني برك لاستيوس باك ماشي في الكاميرا اعطيني برك باش قعدتي انا ني كبرت سمنت شعري طاح وتغرست الاخر وانت مازالك انت ما عرفتيش تكملي صافي جا قلبي ماشي مليح سي هام واش معناتها انا قلبي ماشي مليح انت تاكل بزاف برك تعرف غاردي لاطاي سكتي سي هام ملي جيت وانا المطلوع والهدا الو بشار حيا الله اجي نعاود يلا يا بشار حيا الله ما يعرفنيش لا 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 ما شوفي كي يكون قلبك مليح يبان صوفلت الفيزاج والله ميرسي بوكو وفعلا لقيت ترحيب جميل ببلادي الجزائر وترحيب احلى بقناه وان تي في نشكرهم من كل قلبي جمعه نقول لكم نشكركم على الاستضافه هذه ونشكر قناه لوان تي في وفرحت بزاف اللي بارطاجيت معكم هذه السهره اللي راهي منوره بيك سلمى ومنوره بالضيوف تاعنا هذوما ونقول لكم عيدكم مبارك لكل الشعب الجزائري وربي يشفي كل مريض ان شاء الله وربي يرحم موتانا وموتى الفلسطينيين شهداء امين ان شاء الله يا ربي هذه هي والبروجي العام الجاي ما نكونش فيكم يدير عليكم البروجي العام الجاي راهو معنا راهو معنا من الزيت قناه برينسيبال واش نقول انا اللي لصقته تشفع لي يعني برعايه رحاب برعايتي انا صح نحب نشوف ولاد بلادي يتساندوا هكذا يعطيكم الصحه والله فخر بالنسبه لي كلكم ما شاء الله رحاب تفضلي سي بوكو على الاستضافه الجميله فرحت كي شفت الوجوه الطيبه والجميله صح عيد اهلي وفاميلتي صح عيد احبابي واصحابي ما ننساكمش كاع احبابي كلهم خاتم مازالوا راح نتزوج ميرسي بوكو مبروك ميرسي بوكو للقناه وان تي في وان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو يعطيكم الصحه ميرسي هشام تفضل يعطيكم الصحه الاستضافه هذه خاصة قناة وان تي في
منور اللي دارت فينا ثقه صحيح خلتنا نبدعوا ويعطيك الصحه انت ثاني سلمى الله يسلمك الله يسلمك صافي لونطون احنا حابين نشوفوك قدامنا الحمد لله انا شفناك يعطيك الصحه يعطيك الصحه ميرسي تشوفها في لا لا بقات هكذاك الله يبارك لا لا هي تبان صغيره في التلفزيون بصح كي شفتها قدامي فاس فاس أصغر, اصغر على اللي تشوفها في الكاميرا ولا غير تعرفي بزاف يقولوا لي هكذا وي والله اصغر على اللي نشوف باسكو علاش نوبلي با بلي الكاميرا تزيد لنا هذيك 2 كيلو 3 كيلو مع هو الله يبارك راح تزيد لهم ما شاء الله انا بي كل شيء عندي سكسي هذه مفروغ منها عاونت عليا الفوق الفوق قالت لي ديجا شوف افاق لا في هذه مفروغ منها انا بي كرشك ماشي بكرشك الرول تاع يديروا لي بكرش ما شاء الله ما شاء الله عليك بابا تي في شوفوا الوجه ربي العام الجاي زيدوا ديروا فيهم ثقه باش نكون انا ان شاء الله لا لا موجوده كاين مشاريع جديده ان شاء الله يا ربي كاين مشاريع يعطيكم الصحة وصحة عيدكم وحبابنا اللي راه معنا يعطيكم الصحة ثاني وطربتونا ما شاء الله فعلا وكل عام انتم بألف خير وصحة عيدكم وصحة عيد كل الشعب الجزائري والأمة المسلمة وبيان سور العائلة الكبيرة والصغيرة بنتي نهال صحة عيدكم اوي نهال اوي نهال يعطيكم الصحة واش نقول لكم يعني قاعده بزاف بزاف حلوه ورائعه حلوة. والله فريمون ما كنتش نستنى فيها هكذا وكما قال رفيق يعني تلاقيت مع غير شفيق يا ربي اسمح لي تلاقيت مع غير مع العباد اللي نحبهم يعطيك الصحه والله الخير يا سلمى والله غير يحبك الخير كما قال شفيق نموت عليه هذا وليدي هذا ماشي هذا وليدي نموت عليه ملي كان صغير نحبه هذا الولد فوالا ريحاب عندك صوت رائع بزاف وربي يوفقك الجروب هشام ما شاء الله عليكم يعني توب دو توب سلمى انت بزاف ما شاء الله ماشي في وجهك بزاف يعني ربي ربي ان شاء الله يعطيك نجاحات اكثر واكثر وكملي هكذا ان شاء الله على حساب قلبك فوالا كملي هكذا قالوا لك بلي ولادك يشبهوك بزاف نقول لكم صحه عيدكم كل عام وانتم بخير وكل الامه الاسلاميه لكل اهل تاعي انا مش راح نسمي حتى انسان باش واحد ما يزعف عليا عندك الحق افار اللي لبستني اليوم نقول ساره كرياسيون ميرسي بوكو على الدوك تاعك فوالا سي تري جولي لا كوم نحب السامبل عطاتني سامبل بو فوالا ما شاء الله عليك ميرسي بوكو يعطيكم الصحه وان تي في بيان سور شكرا لها على هذه الدعوه وعلى الدعم تاعها اللي تعطيه لينا احنا كفنانين بيان سور دائما تحب تورينا في صوره شابه وصوره جميله وقولها ميرسي بوكو يكملي مع لا جيناس هذه يلا باز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سهام نعم تفضلي يزيد تفضلك شكرا راح نطلبكم يعني اغنيه عاطفيه تاع الاخيره تاع يلا باش كل واحد انا كي بديت نغني لانه انا قبل ما نبدا نغنيته كنت درت با مال دو فوتو جيتي موديل اي تو ومن بعد هذيك كاين با مال دو شونتور اللي بروبوزاو لي ندير لهم دي كليب في الاخر جي جامي اكسبتي لا سول اللي جي اكسبتي بورتون كنت نغني سيتي في سهام سيتي في سهام جي اكسبتي باسكو نحبها قلت لها انت والله ما نقول لك نو ودرت جيتي لو موديل في الكليب تاعها هو فنان ودار معايا الكليب فوالا وكنت بديت نغني يعني جيتي كونتخ ليدي مي هي كي قالوا لي هي قلت لهم والله غير من باش تشوفوا باللي هنا باينه المعزه باينه فوالا فوالا سي بور سا نحبوا بصح ماشي في الكويز في الكويز في في المنافسه انا في الكويز كيف ضابط ما نعرفهمش هكذا كان وي تفضلي يزيد تفضلك ميرسي
هذه هي الغنيه، هذه هي الغنيه اللي دخلت معايا. يعطيكم الصحه. لساتنا مواصلين، فاصل نرجع لكم. سهره مزينو نهار اليوم صحه عيدكم، مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم. السهرة مكملة والسهرة حلوة والأمبيانس مختلفة لأنه ضيوفي جداد مختلفين باختلاف تفننهم والتالون تاعهم. مرحبا بكم يا العزاز. راح نبدأ بلو جون هوم، نبدأ بك. كومون تي فا؟ بيانفينو، صحة عيدك. صحة عيدك، عيدكم مبروك. Moi je suis fan de toi, tu sais ça؟ J'ai vu ta chanson, elle est superbe hein. Merci, merci. Bah, t'es content d'être là? Oui. T'aimes bien être au bled? Ouais. Ah bah super, j'adore. Tounet et le Moutamayez. Soheb. وعبدو. هاك شفيت على الاسماء. اني شفيت ما خربتش. هذا كي تنحوا السالوبات نتخربطوا بيناتكم. ما شاء الله ثنائي. جانا ماشي غير من مصر، جاو من بليده. اليوم جيتوا من بليده ولا جيتوا من بليده؟ تحياتي. مصر بليده، بليده لهنا. ايوه هذيك هي، هذيك هي. مرحبا بكم، شرفتونا. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم. دكتور. اهلا وسهلا. الله يخليك، نورتنا. ونورتونا انتم ثاني، بارك الله فيكم على هذه الاستضافة الطيبة. الله يخليك. دكتور فتحي ناجري، راح شفناك في برنامج وين تحكي على الإسلام في دول غير الجزائر. صحيح. وهاي السنة في نسمات ربانية شفناك تحكي على الجزائر ومعالم الجزائر. صحيح. صحيح. بتوفيق من الله سبحانه وتعالى يعني سبحانه. كانت المواسم الماضية من 2016 يعني مرورا بكل المواسم السابقة من مكة والمدينة ومن إندونيسيا وأوزبكستان من ماليزيا وتركيا. أبدعت في ماليزيا دكتور. الله يسلمك، ربي يحفظك إن شاء الله. لأنه دائما عندما نتحدث عن الإسلام هو لأنه الإسلام حاجة نابعة الفطرة، خاصة إذا تحدثنا عن كجزائريين مدى حبهم للإسلام في أي برنامج، حتى كي تحكي وتسافر وتكون الرسالة التي تؤديها تكون رسالة صادقة نابعة من القلب فتوصل إلى القلوب المتابعة لهذا البرنامج. هذا المرة اخترت الجزائر. لماذا أستاذتي الكريمة؟ أحسنت الاختيار دكتور. الله يسلمك، يسلم أيامك إن شاء الله. لأنه علاش ولا واحد، نقول قلة قليلة اللي يقرأوا التاريخ الآن، الكتب يتفحصون في كتب التاريخ متى دخل الإسلام إلى الجزائر. هو مسلم. راح نرجع لك دكتور. نعم. خليني نكمل نرحب لأنه الموضوع فعلا شيق ما شاء الله. ونحب نعرفه لأنه حاسة أنه عندك مسؤولية تجاه المشاهدين وأبدعت فعلا ووصلت رسالة جميلة وأنيقة لديننا. يعطيك الصحة. نبيلة مش راكي، مرحبا بك. انتم كي راكم لاباس؟ ممثله رائعه يعني الناس حبوك على مواقع التواصل الاجتماعي وابدعتي في التمثيل وشفناك بشورت كام كولوكاسيون. يس. يس على وان تي في كيما سهيب وعمر. اكزاكتلي. سي سا. قبل ما ننسى لو بابا، باسكو انت انا بديت بوليدك ما شاء الله عليه، بصح العلاقه ما نقدروش نهضروا على وليدك وما نهضروش عليك. بارك الله. مرحبا بك. مرحبا بك مورين، واهلا وسهلا فيك. صحه عيدك، كل عام وانت بخير في حياتك وحياه وليداتك وحياه. عندك واحد ولا؟ نو عندي. عندك ما شاء الله ما شاء الله. وش يربطك، وش خلاك، ماشي وش يربطك، العلاقه اكيد تربطك بابنك، ولكن وش خلاك تخلي ابنك بهذه المسيره معك؟ ديكوفريته كي كان عنده 6 سنين ما قدرتش ما نخليهش. صحيح. خليته مبدع فعلا وجبدته الاغاني تاع للجزائر وفلسطين وايتو. يعطيك الصحه. باش ما يروحش للحاجه واحده اخرى. يعطيك الصحه. وهو بروحه عنده حب للجزائر كبير بزاف. كبير مبين مبين ما شاء الله عليك. الله ما شاء الله عليك. صهيب. كيف كانت تجربة التمثيل؟ عرفناكم هكذا ثنائي، الفكرة كانت مبدعة الصراحة والناس حبوكم على تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وان تي في عطاتكم هاي الفرصة انه تبدعوا على التلفزيون ورحتوا على مصر، تعلمتوا المصرية شوية؟ ما قبل نعرف عبدو كان يهضر معاهم بالاردنيه. انا رحت بكلمه من انا عايز بقيت حافظها ثم عاودت وليت فيها كيما رحت كيما وليت. كلش انا عايز اكل، انا عايز اشرب، انا عايز كله، انا عايز وتكمل كل حاجه. المهم انا عايز ثلاث نقط مزيان ما طحت في كاش عفسه. انا عايز بصح راكم سوبر كلاس. على بالك بلا لا سالوبيت والله ما شاء الله عليكم دي بوغوس. كرهنا مازلنا 15 يوم
15 يوم انا حيناش كنا ما نرقدوش بها برك والله من 7 تاع الصباح حتى 12 تاع الليل وحنا نتورنيو. التصوير كان طويل كان متعب جد جدا وحدنا كلش وحدنا كلش وحدكم. جميل كيف عم نشوفوا الابداع لانه حتى فريق انستينا قالوا انه ما شاء الله عليهم يعني من آل زد كما هما وصفوها. احنا نتورنيو احنا نديرو الصون احنا نديرو واش قصدك بحنا نتورنيو؟ ها؟ لا انتاج وان تي في هما انتاج احنا كل زعما احنا اللي كنا زعما نصوروا وحدنا تما في مصر ما عندناش حتى واحد زعما معانا. ابدعتوا الاكل في مصر والفتوه ما والفتوهش حسيتوه غريب حسيتوه قريب للطبخ الجزائري غريب لي زيبيس يخدموا لي زيبيس بزاف زعما ماكلة عندهم لي ساندويتش يومين تكرايهم ما كانش فخيتو مات الشوا وال. على بالك انا ملي جيت وانا نتسحر شوا ناقص شوا عندهم ياكلوا عندهم نتسحر بالشوا عندهم ماكله تاعهم زعما كبده مركز وش يطولوا لها سجق شوفي كاين عفايس بنان وكاين عفايس ماشي بنان لي زيبيس بزاف ماشي كيما حنا المهم عندهم الكبده بزاف هو يمكن شوف انا نحس انا سافرت بزاف نحس كل انسان يروح لبلد راح تحب اشياء وراح تحب اشياء اقل اوكي دكتور انت سافرت بزاف غير يعني الاكل مثلا اعطينا غير الرساله اعطينا مثلا هل في السفر مثلا عندك كان مثلا كمطاعم كاكلات يعني مقدمه في هذه الدول ممكن نعم. مثلا جل مثلا في 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 اسيا ما كاش الخبز ما كاش كانوا الطاقم كانوا يروحوا معايا يحوسوا على الخبز ما كاش صحيح الا الرغيف السوري نحوسوا على المطاعم السوريه مثلا حضرموت كاين مطعم شهير جدا حنا كلش بناكلوا نعم حتى الشاورما يحوسوا عليها الشباب خاصه اللي موش دايرين الريجيم يعني احنا كل ما يلقاش الخبز ما يكونش نورمال يعني الماكله تاعو خاصه الجزائري شي اوليس كلشي فخر ونعم بالله نعم بالله كلش بالخبز انتاج نسمات ربانيه بالجزائر كيف نعم. كانت التجربه بين الاهل والصحاب ومعالمنا هنا وحكيت على كنت حابه انا تركز لنا وتعطينا هاك الرساله اللي كنت حابه توصلها لانه ذكرت انه فيه اهتمام كبير لازم الناس نوصل لهم هذا التاريخ لانه صحيح. ما يعرفوهش صحيح خاصه في السوشيال ميديا الان نتبعوا حوايج بزاف صح الناس ما تعرفش حقيقه التاريخ تاعها مثلا احنا ماذا بيا الاجيال الجايه وما يبرز متابعة الناس أني يعني تخيلي الآن وصلوا الملايين تاع المتابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي صحيح سواء تيك توك بعض الفيديوهات لحقت 3 مليون 4 مليون تحس بالاهتمام تاع الناس كيفاش وصل الإسلام كيفاش دخل من تبسة على ما تخش من النابة كيف واصل جيش المسلمين الفتوحات الإسلامية عن طريق الولايات ما هي التي الولاية التي سقطت من خلال الحرب ما هي التي أسلمت على يعني على جيش المسلمين بطريقة سلمية الناس تحب تسمع تاريخ وبالإضافة إلى نقاط مهمة جدا شوف سافرت عبر العالم بكل بساطة أستاذة يعني ومن الأخير أكيد عبر العالم وسافرت الدول العربية ما كاش دولة عربية ما دخلتهاش يعني بجل الدول العربية يعني نقدر نقول لك يعني كل الدول العربية مشينا لها وسافرنا أو خارج الدول العربية ولكن دولة الجزائر بشعبها خويا يحبوا الإسلام لواحد الدرجة غير عادية صحيح إذا ذكرت الإسلام في تمسك شو حتى الإنسان اللي يكون مقصر في حق ربي وما عندوش طريقة الهداية وش تحس يخلي الشعب الجزائري متمسك بدينه بهاي الطريقة بس كنت أعرف أنا قانا كل ما كنت نسافر يقولوا لي مثلا أنتم الجزائريين رمضان بزاف مهم بالنسبة لكم صحيح لو تقول له بأنك أنت على ديانة أخرى حتى ولو مقصر في جنب الله لفصل رأسك عن جسدك لأن الجزائري لماذا تشبث بالإسلام على مرور المراحل التاريخية والحقب التاريخية التي مرت الاستعمار بالله عليك قبل الاستعمار الفينيقيين والرومانيين مجيء الإسلام ثم مجيء بعد مجيء الإسلام مجيء الغزو الإسباني ثم الدولة العثمانية ثم الغزو الفرنسي والذي خلصهم من هذا الاستعمار والعبودية هو الإسلام الحمد لله وهذه النعمة الحمد لله ما نلقاهاش في أي دولة عربية الجزائر ما زالت فيها الخير ما زال الحمد فيها لله. والله الحمد في لله. اي مكان كل ما نروحوا حفاوه الاستقبال شباب 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 يجيبونا يوكلونا يشربونا وكانوا تبعوا المواسم اللي من قبل حال يعني مشينا في الجزائر ما يعادل 25 الف كيلومتر جبناها من الشرق الى الغرب من الشمال الى الجنوب فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ولكن ما رايت شعبا محبا لدينه الحمد لله ولكن الرسائل احنا ماذا بينا نكثر من هذه الفيديوهات ماذا بيك انت تدير مثلا فيديوهات مليحه تعرف بالعادات والتقاليد ومليح تذكر لهم تاريخ بلادهم تاريخ كيف فتح عقبه بن نافع الجزائر عبد الله بن ابي الصرح الجزائر كيف
كيف مثلا دخل أهل قسنطينة إلى الإسلام. مليح الناس تتشبث بالإسلام تاعها. والحاجة الجميلة جدا أنه رأيت يعني إقبال كبير على رؤية هذه الفيديوهات والحلقات الجميلة. البرنامج كان برنامج جدا ناجح على قناة وان تي في فعلا. نهنيك الحمد لله. نهنيك الحمد لله. نبيلة كيف كانت تجربتك مع السيدة الفنانة القديرة نوال الزعتر؟ كانت تجربة بزاف هايلة. الناس اللي معنا بانوا مش اول مره ندخل عالم التمثيل. صحيح. الاكسبيريونس الاولى تاعي. صحيح. كانت بزاف هايله مع الاستاذه القديره نوال لازم الزعتر. نسطر انا بلي وان تي في عطات بزاف فرص لناس انه صح وي دونك كانت بزاف هايله مع رشيد ومع رشيد وفعلا مع جلال جو فريمون. كنتي خايفه من التجربه خصوصا انه وقفتي قدام قامه فنيه كبيره يعني الست نوال؟ أكيد. نحييها ست نوال صح عيدك نوال حبوكي غران دام. ومريم تي تقول لك يتسلم عليك انا دونك بيان سور نخاف باسكو هي ديجا عندها سنين وسنين في التمثيل. تعلمتي منها ليكيب؟ وي بيان سور تعلمت بزاف صوالح. تعلمت كي تكوني تريبيتي في لي ريبلي كيفاش ما تنسايش كيفاش تتقمصي الدور لي غريماس تاع وجهك لانه التمثيل في لي ريزو سوسيو وفي الشاشه ماشي كيف كيف. كيفاش نتمالك نفسي في البلاطو اللي عندي 30 بنادم راهو يشوف فيا. صحيح. كي نغلط ولا ننسى كيفاش ندارك الامر بزاف اشياء ومشي غير منها من كاع ليكيب حتى يعني اخر فرد في الطاقم لي تيكنيسيان تصون كنت نتعلم منهم. سما انا رحت ماشي باسكو اني حابه نبان ولا اني حابه ندي بزاف دراهم. رحت بوكو بليس باش نتعلم عجل التجربه. وكما قلت لك اول مره ما حبيتش نعطي حبيت نتعلم كلش. ما شاء الله عليك ابدعتي على كل حال. كانت نوال الزعتر صارمة معاكم واش تعلمتي منها هكذا مثلا حاجه اللي التماخكي ولا شوفي نوال الزعتر جايه بزاف سيريوس في الخدمه تاعها. صحيح. دونك احنا كيش عارفه لي جون نبغوا نضحكوا ولكن نكونوا نعاودوا في لي سيناريو نخرجوا شويه على السيناريو عاد كوبي ريبليك لازم تحفظوها ما نبقاش نعاودوا ما عندناش الوقت جوغ او ميم طون رانا ما نضيعوش في الوقت وزيدي تولي منضبطة أكثر في العمل لأنه لو كانت تبقى غير الضحك والآخر ما حاش نكملوا يخلص رمضان ويفوت العيد نتلاقى في العيد الكبير وما نكملوش بالضحك. دونك هي كانت شوية صارمة بكوتي تاع الوقت. دونك تعلمنا الانضباط والوقت تمين فعلا بزاف. جميل بزاف. صهيب وعامر تحسوا أنه راح عبدو أوكي صهيب وعبدو تحسوا أنه راح تكملوا في نفس السياق في نفس هكذا لو ستيل ولا زعما فاش تيليفزيون ولا في لي ريزو باسكو حنا لي ريزو كنا نديرو لي فلوس نفس ستيل تاع خدمتكم ان كان في لي ريزو ولا في التلفزيون. لا في التلفزيون ما نزيدش بالك ما نزيدش نخدمو لي فلوغ باسكو حنا اصلا في لي ريزو نديرو لي فلوغ كوميك. اوكي فلوغ راهو البلاصه ب 14 مينيت لي فيديو طوال بصح كوميك سما فلوغ ماشي كما اللي يديروهم الناس كاع حنا نديروه بالضحك. صح. سينا نديرو في التلفزيون درناه بصح انا حاب زعما لي بروشيون وشنو الخطه. شوف لا الخطره الجايه انا حابين زعما المشاريع لي فلوغ انا حابين نخليهم لي ريزو. دقيقه استاذ كمل الفكره. لا انا نسيت على بالكم باللي كي تلاقاو اول مره تضاربوا ومن بعد وليتوا صحاب. صح صح راه معايا ما زال كنت تضاربوا ما كانش يعرف يلعب بالو وانا كنت لعب شويه. ايوه خلي يلعب معايا قلت له ما تلعبش معايا انت. صح صح ضربنا. ايوه صح صح مازلنا نضربوا مازال كنت ضاربوا مازلنا دوك شويه ضاربنا انا عندي شويه ضاربنا. الطموحات والمشاعر عبدو شوفي طموحات شوفي حنايا باسكو انا وصايب راه بس حنا لي كوميديا ماشي لي فلوغر. اوكي فهمتي وزعما حنايا من قبل كنا نكتبوا لي سيناريو عفايس هكا تسمى حنايا الطموح تاعنا نولوا زعما نديروا دي سيتكوم ولا فلاتيلي. جميل. أبار هذه العفسه درنا لي ريزو باش نقدروا زعما نوصلوا باسكو على بالك حنا في بلادنا بتحس انه هو الطريق الاسهل اليوم؟ لازم لي ريزو لازم سينغ ودي ماكش منها كاع باسكو انا وصايب غري كنا ملي كنا صغار ملي كبرنا حنا نديروا في لي كاستينغ كبرنا نبيلة تشاركيهم الراي لي ريزو هما الطريق لهذا الصدى الكبير. شوفي مواقع التواصل الاجتماعي فتحوا لي بزاف ابواب. ايه اوكي فتحوا لي في الاذاعه وليت يعني ماتريس ايضا عبر هذا الشيء. فعلا مع الاول بديت كرونيكوز وي ومن بعد وليت انيماتريس عندي حصه تاع بالون نقدمها في الاذاعه. دونك لي ريزو سوسيو يفتحوا بزاف ابواب. ما نقولش لي كاستينغ يظلموا ولا باسكو انا ما سيتهمش في الحق ما شاركتش ولا ما رحت قدمت ولا مي بنادم عنده موهبه ولا خدمه ما يستناش الخدمه تجي ليه. في الغناء مورينو تحس السوشيال ميديا
مهمة؟ بوكو شانس دا مدت لي جون اي تو باغ اكزومبل هذا صافي با لونتون واحد دو موا ولا بون خليه سكري راح تخرج من بعد بديت لنا الحكايه لازم تكمل استنى لازم ليكسكلوزيفيتي اي فو دير ا بابا اي فو كي نو ديز لو سكري نو ان فيت مو جي سي لو سكري تو تي سي لو سكري تي كوني لو سكري او با وي تي كوني سي لوي لاكتور برينسيبال تاع سكري او لا 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 سا سي ان بو بروجي وي تي كونتانت تي فيير دو توا اون اي تري فيير دو توا نو فوالا جي ميرسي ميرسي دونك ديكوفريه واحد رابور جزائري اللي كاع تبغوه Oh là là, tu je dis bien Gatboa, t'as France. Zéro là. Non, t'es. Il m'a contacté, dis-toi Ando, je m'a un projet. Super. Ou le soir même, qu'elle a Ando un enregistrement, un grand producteur. Super. Sème le projet, le producteur Galouf Karnebchep, Anwar Mikansver. Morino, Hagda, qui. Tu sens que il peut y avoir un jour, il faut يعني ياخذ طريقه. Bah فور بوسيبل ما عندك حتى مشكل الا قاعد لي في حاجه في النقيه ويقول لك لا شباب ما عنديش مشكل يعطيك الصحه لا مبين عليه ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله اون بليس مفرحني في صلاته في قرايته في السبور تاعو بلا ما نقول دونك فوالا قلت لك ديكوفري هذا في الليل سمعوا البروديكتور قال له عنده لا ميم فوا كو انوار مي كان صغير قال له قول له توت سويت يجيبو ديتو زاد نوتر بروجي انترناسيونال اللي راح يخرج في الصيف ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ومن بعد التروزيام بروجي باسكو انا نقيديه كي قعدت نقيديه فيه لو بروديكتور قال لي انت ثاني تا اون فوا لازم انت ثاني تدخل معنا دونك وانت ما شاء الله وين سي فري هذاك اللي تي با بري نحن حابينكم مع بعض ما شاء الله وراح نسمعوا لكم بعد قليل ولكن حبيت نسال عبدو انت من راي صهيب انه لازم تروحوا لحاجه واحده اخرى هو قال انه انا نشوف الطموحات وهذا انه لازم نروحوا لحاجه جديده انت واش رايك ايه قلت لك باللي لازم نروحوا لحاجه جديده انا حابين نروحوا حاجه جديده نصور. لا لا انا قلت فلي ريزو في فلاتيلي فلي ريزو ما نقدروا نكملوا في نفس ستيل باسكو كان ما تخدموا 7 سنين 8 سنين بلي فلوك نفس لي فلوك اوكي تسمى فلي ريزو نقدروا نبقاو في لي فلوك قلنا لي ستيل فلي ريزو ما نجحوش كيما فلي فلوك كيما لي ستيل فلي ريزو تسمى لي فلوك بصح في لاتيلي نسيو نخدموا لي سيت كوم عندنا زعما حنا ملي كنا صغار عندكم كدا. عندكم يعني تفضيل معين لحاجه معينه ولا مثلا يوتيوب ولا حنا ماشي تفضيل زعما طالعين في ريزو ولا ريزو زعما كيما فيسبوك 1,200,000 ياك 1,200,000 قريب تيك توك 900 ما شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله دائما باسكو كاين لي ريزو ثم ينتشروا كاين اللي بالعقل généralement c'est يوتيوب هو صعيب يوتيوب صعيب هو الاخر هو الاخر يوتيوب اه وي عندنا 250 كا وعلاش بس باش يطلع 250 كا سي سي انا صح طول سما كيما انستغرام 400 كا على بالي صافي دير كوا على بالي على بالك فيه خدمه كبيره 250 كا اه يوتيوب يطول هو صعيب انستغرام شويه تيك توك سهل فيسبوك حنا نجحنا فيه يقولوا لنا صعيب فيسبوك ثاني باش يطلع شويه بصح حنا طلع نبيله انت بديتي المشوار في بتشاركي الراي انه مثلا في يعني منصات اصعب انه تنتشري فيها واش رايك بون انا الغلطه اللي درتها سي كو بديت كان عندي انستغرام داكور وين طرطقت زعما غايه ومشيت سيف تيك توك الغلطه اللي درتها ما مشيتش دو كونت ولا تخوا كونت اون ميم طون جون بيبلي هنا وبيبلي هنا وبيبلي هنا نو انا طلعت كونت تيك توك فيه 1,6 مليون وعندي اوتر كونت فيه 900 كعفسه انستغرام نو ما طلعتش فيه الوغ كو الناس كاع ولاو يخدموا في انستغرام يحطوا خدمتهم في انستغرام ميم المواهب تلقاي الناس يكتشفوها في انستغرام دونك انستغرام لا هنا هنا وين وليت نطلع فيه اوكي 1,200,000 دكتور ناجي انت محتواك ذكرت يعني انه يحتاج ايضا لحتى يروح لصدى كبير ولا فئه شبابيه صحيح. تحتاج المعرفه انت شخصيا تستعمل مثلا في التيك توك مثلا حسابي على التيك توك يعني في الهاشتاج 4 ملايين متابع ما شاء الله على الفيسبوك 3 ملايين ونص والله متابع فاجأتني دكتور تيك توك فاجأتني هذا التوفيق من الله سوبر جادور على الفيسبوك 3 ملايين ونص متابع وعلى انستغرام يعني كنسبة تفاعل في هذا رمضان وصل حتى 3 ملايين ونص متابع ما شاء الله كحساب حساب راهم 200,000 300 حوالي فعلا تحس انه
يعني المشاهد ولا المستمع متعطش. لا لا متعطش صحيح. يعني في بعض المرات نحكي له مثلا ديري لزاك نحكي مع الزواج كيف مثلا العلاقه الاسريه كيف شربي وليداتنا شرف لينا وليداتنا كتلقى ابانا ما شاء الله صافي بليزير ان شاء الله ربي يجعلوا الله سبحانه وتعالى يجعلهم مزمارا من مزامير ال داود امين ان شاء الله يا رب. نفرح كي نشوف اداره مثلا هذو الاشياء المهمه جدا في مجتمعنا الناس يحبوهم مثلا في هذا البرنامج انا سمت ربانيه في كل ولايه ندخلها نقول لهم لماذا سميت بسة لماذا سميت قسنطينه لماذا سميت غردايه حتى التسميه الناس ما تعرفهاش شكون يقول لك والله اللي اول مره اشوف روايه متعلقة بالتاريخ حول التسمية تخيل متى ما هي الحقب التاريخية اللي مرت على الولاية العادات التقاليد علاش يقولوا شخشوخة علاش الرشتة علاش يعني حتى شوف حنا تراثنا الجزائري تراثنا حاجة كبيرة بزاف أما عن طريق إذا ولينا النقطة التي تحدثي فيها فيما يتعلق بالسوشيال ميديا يعني شبكات التواصل الاجتماعي لها دور مهم الآن حتى تقدم برامج تلفزيونية ولكن مليح دير جزء على الشاشة وتفوت على كبرامج ولكن مليح في نفس الوقت أنك تلك الحلقة تقسمها تخلي الناس تستمتع وضعنا حلقتين للجامعة الجزائر حلقتين وصل الصدى الخاص بهذه الحلقة في صفحة الخاصة 7 ملايين متابع ما شاء الله هو لهذين الحلقتين الجامعة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء يعني الله يعني الحلقة أثارت ضجة كبيرة أنا شفته هذه المرة كي زرت الجزائر لا. وكان يعني تعريف مليح يعني نعتز ونفتخروا به فعلا صحيح فعلا صحيح فقسمنا هذه الحلقة إلى ريلزات أو يعني مقتطفات فقط راك بزاف الله يسلمك أستاذ متمكن دكتور ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك لأنه إذا ما سوقناش إحنا لبنادنا شكون يسوق لنا والله بلدنا شباب بزاف اسمح لي نقاطعك تاع الحلقه زعما كومبلي شحال دير فيها وقت حنا نديرو فيها 26 دقيقه كيما دايرين بالك متاع سلمى هذه 26 دقيقه لو كان يديرها في تيك توك ما طلعلوش صح لازم يدير هذوك مقتطفات وتطلع مليح افكار مثلا درنا على جامع الجزائر مثلا المركز الاسلامي واش يدير علاش غرسوا 3 أشجار تاع الزيتون جابوه من غزه علاش المناره داروها من برا تبان لك 5 طوابق بصح من الداخل فيها 43 علاش 5 طوابق وعلاش الداخل 43 هذه التقسيمات الناس تحب تعرفها لو دار القران فيها قاعه الاسترخاء انت تبان لك باللي في جامع الجزائر كان قاعه استرخاء ترتعد من شده التعب كي تطلب العلم وتعيا لانه كل المستقبل الذين قابلهم في الامتحان متعلق دراسات عليا دكاتره فقط في كل التخصصات انا كنت حاسب الله عندك طريقه شابك توصل المعلومه ايه توصل المعلومه ما شاء الله عنده قبول كمان دكتور نحييك انه السلاسه انه الانسان يحضر بالدرجه مع العربيه باش يوصل الرساله واحد من دول يعني كل الدول العربيه يعني بزاف اللي شاهدوا الحلقه سالوني قالوا يعني ما كناش متوقعين بالتفاصيل ما كناش ملمين بالتفاصيل المتعلقه بمثلا الزربيه منين ما على باش باللي الثريا بالانامل الجزائري دكتور ما شاء الله عليك هكذا موسوعه من الثقافه وعطيتنا هكذا طاقه احنا كنا على بالكم مع الضيوف ثاني كنا هكذا والدكتور عطانا سلام عطانا طاقه صح ما شاء الله صح, صح, صح دكتور تلعب معنا الكويز كويز يعني العاب اسئله يلا منافس شرس ولا راح يقعدوا في الجهه دكتور يقعدوا في الجهه كانوا انا مع البرع نتاعنا البرع انا كل سند لي في الاجابه يعطيك الصحه جاهزين جاهزين هذا الفريق يا اون ايكيب دو سو كوتي اون فير ان كويز كيما راكم سي كوم فو زيت كيما راكم هكذا وهما منا جي بوزي دي كيستيون بابا يفهمك سي كوا لا كيستيون ايساي دو ريبون هو قال لك راه باغي يلعب مع الشيخ قال لك نقسموا هاك خلوا عبده يروح اخ عبده هكا الله اعلم ما يريح مع هم احنا الاولى غادي نديروا هيا معليش هيا معليش الله عبده باش نخسر اروح اليوم نخسر او جاي او جاي سهلين 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 لي كيستيون سهلين يا راه سهلين جاهزه نبيله عبده عاونا عبده عليا سيدنا قاسم مورين واد جاهزين دكتور جاهز تمام اوكي مسلسل يبدا بالميم من بطولة العظيمة فريدة صابونجي وقت الزمن الجميل دكتور مسلسل با كومبري مي بون جي با كومبري سي با راجلي ان فيتون يا راجلي على بالك انا هذا يمكن المسلسل الواحد اللي شفته من الاول للاخر ميم Et en français, c'est, ça commence par quoi M. C'est en arabe. Ça, c'est sûr. C'est quoi en fait? On tire toi de la question. C'est quoi en fait?
عنده علاقة بحياة الإنسان المستقبل. ليجين دكتور نسيت برافو جادور كو تو ايساي او ايسيي انا درت غير البوزيسيون باللي زماني راه نجاوب سما جاوب زعما كي درت هكذا خزروا فيا وما مسلسل دكتور مسلسل فريدة صابونجي مسلسل كبير كسر الدنيا في الجزائر القهوه القهوه كاع المشاهدين نقدر نتصل بصديق اتصلي بصديق انا غزر فريدة صابونجي انا عرفت باللي مثلت فيه فريدة صابونجي برك حاجه نستناوها حاجه نستناوها وهكذا تحدد حياتنا مولد من في المستقبل دكتور عندك انت ما شاء الله فصاحه صحيح بصح ولكن هذا مرتبط في التسعينات هذا صح وي في التسعينات هذا في التسعينات ما بين 94 95 96 هكا زيد بالميم كلمه واحده بالميم معليش نطلق الماس المصير 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 دكتور يعني لا لا اخذت التاريخ ولا دكتور دكتور في نفس السياق التاريخ ولا ولادات ولا بصح ولكن الاسم راح لي تعلم الاسم راح لك معليش معليش السؤال اللي بعده اكمل عنوان هذا الفيلم الجزائري وقائع سنوات الجمر يعطيك الصحة دكتور واحد واحد بابا دكتور دكتور راك قوي ما شاء الله عليك اوكي جاهزين؟ جاهزين سي ان ان وي سي بخي احنا ولا احنا ولا احنا ولا هذا يا صهيب وعبدو شدوا لي حالكم انا دكتور على بالو زربيه من جايه هذاك الدكتور هو جاهز ما شاء الله ما شاء الله كنا جاهزين برك نسينا ما عرفناش حاجه الجاهزيه انا جاهزين راك جاهز ما جاش الجاهزيه جاوب ما نعرف معليش المهم المشاركه هكذا يقولوا ما هو الاسم الحقيقي للممثل الراحل رويشد حسن لا لا ماشي حسن حسن لا لا سمحي لي رويشد هذاك جاب لي ربي اسمه الحقيقي رويشد كنت عم بالي اسمه الحقيقي عبدو راه فعلا شوف يعطيك لافوز انا لافوز اكد لي عليها هذيك تقولي خلاص تحي قولها خلاص نبيله حسن الحسني لا لا حسن لا لا حسن الحسني هذا كان ببقره اي صحيح ايه انا هذا اللي رويشد رويشد حسن طيرو ايه اسمه الحقيقي ايه بصح هذاك سي لو فيلم هذاك كارت يلعبوا ايه احمد اعطوني اللي بعده عنده علاقه بالقعدتنا تاع اليوم احمد القاعده احمد احمد العيد قعدتنا احمد جمعه احمد العيد احمد شعبان احمد رمضان احمد مبارك ماشي كنت بن عيد كنت بيا وعملت هالبوز احمد العيد صح الكبير دكتور قريب اعطيها هكذا مد مد احمد سعيد مد بالحروف احمد عايد مد بالحروف رمضان لا انا كنت عارف بعد احمد عايد عياد ما قلت عيد انا مديتها يا عزيزي مديتها نواصلوا نواصلوا شحال سي كومبيان لو سكور مانو؟ واش من عيد نهضر عليه السؤال؟ دو ان هاوليك سكور هاوليك سكور دو ان كم هو اسمعوا كم هو ولا كم كان عدد ولاد مصطفى العنقه في اشهر افلام 14 لا 12 لا 10 خلاص هربتوا ممثلة جزائرية عفوا ممثلة جزائرية ابنة ممثل وممثلة وزوجها ممثل دار بشوش الأستاذة أعطوني الاسم بابا رجل خالد لا 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 أعطوني الاسم المرأة مش فكر الاسم الاسم يمها سونيا أعطوني اسم ممثلة لا 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 مشي لا سا
سامية 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 صهيب انت سامية شحالي سامية والله مرة ما يغشوا دكتور جابها جابها جبتها دكتور صاحبي لا لا قلت لك باباها ويماها ورجلها والله غير قلتهم يعطيك الصحة يعطيك الصحة كتر اخويا عاد نزيدو سؤال دكتور ولا غير غطوني منا غطوني منا شغفناها حتى بديت تدق علينا في الأجوبة خلاص نعطيكم سؤال بالك هكذا خلوهم يجاوبوا لا لا خلاص خليهم عليك كملوا فيها je vais te donner un truc que tu peux connaître attends on va penser ensemble d'accord شخصيه غنى عليها عبد الحميد عبابسه اشهر اغانيه وندارت فيلم هذه سهله قالت لك حزيه وقال عندها هذه الصحفيه عندها كي زعما حاجه سهله يزيد صعبه حزيه يعطيك الصحة شفت كيفاش والله غير شيخ رومونتادا راح حزية ما تعرفها والله يا دكتور أبدعت لا زمن الطفولة ماشي لأنه زمن الطفولة دكتور التسعينات أنت في واش من عام زايد؟ أنا في 98 الله يبارك كانت الغنية هذيك خرجت وخلاص كانت هذيك خرجت ولا ديمودي الغنية 90 91 صحيح زمن الفن الجميل فعلا ولكن لو سموه الجيل الذهبي انا نآمن في قدراتكم انه راح تخلوا هذا الجيل كمان يكون الماسي ان شاء الله ما شاء الله عليكم ان شاء الله حابه نطلب من فريق الاعداد اذا يقدر يعطينا سؤال لا نوتر فيتور ستار سوبر ستار ان فرونسي ميرسي كي ا شانتي ا لا كوب دو موند سيت اني سيت اني وي ايو Il n'y avait pas eu de Coupe du Monde. Qui connaît la Coupe du Monde? D'accord, alors qui a gagné? Qui a gagné la Coupe d'Afrique? La Coupe du Monde, la Coupe du Monde. L'Argentine. L'Argentine? Oui. C'est juste? Je connais le football. Nabila. Messi. C'est Messi qui a gagné cette année. L'Argentine. Bah oui, l'Argentine. Bravo, mon grand! C'était chanteur, je connais le Ok. بدلنا نعم. بدلنا آه شكون غنى فيكم ديمو نبيلة راهي ميسي ميسي غنى الله يلعب عليك لا كان دي جي ثم ميسي تفضل مورا العب لي مورا بما انك ذكرتي مونديال الاخير مونديال قطر بفضل الله سبحانه وتعالى كنت ضمن اعضاء مركز قطر مركز ضيوف قطر لادخال الناس للاسلام في ما شاء الله ما شاء الله عليك دكتور ايه. والله فخر انت لائمة يعطيك الصحة يعطيك الصحة دكتور يعطيك الصحة اعطينا كلمة هكذا نختموا فيها سهرتنا ان شاء الله شوف بعد تجوالي في هذا الوطن الجميل والله بلادنا شابة بزاف استاذة صحيح شابة باهلها شابة بصح الشعب الجزائري يزعفان بزاف ويشكي بزاف صح والله العظيم الطيبة الموجودة والله شوف بصريح العبارة الطيبة الموجودة في الشعب الجزائري غير موجودة في أي شعوب صحيح كاش ما كاش نهائيا نشاركك الرأي ترحيب وشوفي يحبوا البراني بواحد طريقة يعني فيهم الخير لا يزال الخير موجود. في أمة النبي صلى الله عليه وسلم جمعة وفي الجزائريين أخص بالأخص شيخ سمتعلك بالخوف بار اكزومبل اليوم من جينا ما كنتش باغي نقولها حبسنا في بلاصة حشمت وصلنا الريطار شريت شوية ما كلام إيبيسخي قاعد ياكل ولدي باسكو يصوم هذا باللي كان عنده طبي كان ما شاء الله سبع سنين صامو كاع ما شاء الله دروك راه عنده 10 سنين برافو برافو كنا انا وخويا وهو ناكلوا عند لافواتور فات انسان شاف فينا راح عاود ولا جاب لنا الشوربه جاب بنته جابت البيتزا ايتو مازال قال لي بابا قال لي اون الجيري اون اي تخو بيان قال لي بابا قال لي ما شاء الله قال لي اون اي بيان الحمد لله كرم غير عاديه الحاجه الشابه بزاف الجزائر رانا نطوروا خويا الحمد لله رانا طبعا رانا نطوروا مشينا خطوات عملاقه والشيء الاجمل في ذلك كامل صدقوني بالله يا جماعه شوف ما زالت الحشمه ما زال الحياه ما زال الحمد لله وحبنا وما زالنا كي تروح هكا تسافر هكا ولا هكا ما زلنا احنا بالطابع تاعنا هذيك الفطره التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الانسان لا زياده ولا نقصان شعب محب لبلاده والحاجه طبعا والشيء الجميل جدا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا الا على الخير امين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الجزائر امين
وسائر بلاد المسلمين الشامخة تنشم خسحاب، وربي يجعل أبناءنا نجوما ساطعة تضيء الإسلام والعالم بأجمل. الله ينورك يا دكتور بهذا الدعاء الجميل، إن شاء الله يوصل لقلوبكم، وربي باركنا في أبائنا في أمهاتنا، ربي شافي مرضانا، مساكين الناس اللي هذا مشتاقين باش يقعدوا هذه القعدات، كاين الناس على الأسرة البيضاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيهم شفاء عاجل غير آجل، وربي بارك في شبابنا يحقق طموحاتهم يحقق أحلامهم، ربي يفرج عليهم إن شاء الله ويجعلهم خير صفاء للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الله يخليك دكتور. آمين آمين. الله يخليك. والقادم أحلى وأجمل. الله يخليك. مازلنا الشباب كي نشوفوا السوشيال ميديا تحكوا، شوفوا الشباب هكا ما شاء الله يافع. يا خويا معليش أنت تقدم ابتسامة، إحنا رانا نفرحوا يا خويا، ما مكرك ترصد. كل وعلى حسب تخصصه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سعيت وحققت هذا رسالة جميلة دكتور، هذه مهمة، وإن لم فلك الأجر، حتى وما تنجحش أنت مأجور على اتخاذ الأسباب. فربي يبارك في هذا الوطن الجميل، يعطيك الصحة. والله على قدر، شوف على قدر العداء، نقول لكم حاجة، يعني وإحنا في 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 هذا الجمع الطيب، شاركت في أحد الملتقيات الدولية خفف، يعني خارج الدولة الجزائرية، شاركت في أحد الملتقيات التي تتحدث عن فكرة التعايش ما بين الديانات، فشاركت بمحاضرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من خلال the verses of Holy Quran، يعني من خلال آيات المبثوثة للقرآن القرآن الكريم. عندما خطبتهم بلغة الدين، سأل أحد الحاضرين قال هؤلاء الذين يتحدثون عن فكرة التعايش يعني كانوا يمسحون الصباط، يعني إحنا جزائريين وهذا يعني من دولة، يعني من أحد من دول التي كانت مستعمرة لدولة الجزائر. فحدثه آخر يعني كان صديقه، فقال له هذا الذي كان يمسح لكم الصباط شوف وصل بهم الآن يعملوا لكم دروس في فن التعايش. الحمد لله يعطيك الصحة، ونفتخر أننا جزائريين، أكيد، ونفتخر بديننا الإسلام، ونفتخر بجزائريتنا أينما حللنا وارتحلنا، وهذا شرف لنا أكيد. يعطيك الصحة نبيلة، كلمة أخيرة للجمهور الجزائري اللي شجعك في هذا رمضان. حبيت نقول لهم يعطيكم الصحة على التشجيع تاعكم، على الدعم، على الحب، على كامل الميساج اللي بعثتوهم لي. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. جيسبر كو كنت خفيفة ظريفة عليكم في هذا رمضان، سواء في لي فيديو سور لي ريزو سوسيو ولا في لا تيلي اللي دخلت لها لا بروميير فوا، اي جيسبر كو سا سرا با لا ديرنيير فوا، ونبغيكم بزاف. ميرسي. عبدو، ومن بعد نروحوا ليك سهيل، تفضل يا عبدو. نقول للجمهور يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم كي تبعتونا في السلسله تاعنا اللي درناها في مصر، وحبيت انك نشكر على وان تي في بصح حس بري حنهضر خليني نهضر. حبيت انك نشكر قناه وان تي في اللي عطتنا الفرصه، باسكو حنا برومي فوا دخلنا لا تيلي بهم، فتحوا لنا ديريكت الباب، ما حوسوش كامل زعما يشكوا في القدره تاعنا ولا، ديريكت عطاونا الفرصه، وانتم ابدعتوا يعني تستاهلوا، وحنا الحمد لله الحمد لله درنا حاجه اللي بينا اللي قال ما تبكروش اسمي سمير بوجاجه. تحياتنا سمير بوجاجه. و تانيك نقول لهم صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير، ومازال ان شاء الله زيدوا تشوفونا في عفايس وحد اخرين اكثر ان شاء الله، عندنا في صهيب وعبدوله في الوان تي في، وهذا ما كان، بارك الله فيكم، يعطيك الصحه، صحيتكم. تفضلي يا سهيل. سلمى اهضر مع الجمهور، عبدو انا نهضر معكم، صافي بليزير اللي جزنا معك انت يا ارتيست صاحبي شيخنا، يعطيك الصحه، انتم ما صافيش بليزير هذا يظلوا معايا سلمى. ايوه انتم اللي صافي بليزير هذو، لا هذو ما صافيش بليزير، هذو هما هذيك تاع الغنيه تاع ولاد حومتنا يغيروا منا. مورينو est-ce que tu d'abord tu veux laisser papa parler ou tu veux toi dire saha aidkom commence mon grand saha aidkom aidkom mabrouk à gali muslim. Ah bravo, merci, et voilà je voulais vous dire ça, aidkom mabrouk. Merci mon grand, merci à tes saha. الو تفضل يا مورينو. نتايا انا وري لي الكاميرا اللي راه حكمتني وراها. هاي ليك الهيكا، امال نموت عليك ديجا والله. لا حد يدير لي مشكله على بالك، لازم نسلم علي ما دوكا، ولا فامي كاع حبابي خاوتي اللي راني معاهم هنا كاع، فرانشمون ميرسي بوكو ليكيب وان، بارك الله فيكم، صافي ترو بليزير، وعيدكم مبروك لكاع المسلمين، وان شاء الله نشوفوا بلادنا ديما بخير وفي العلالي ان شاء الله. امين يا رب العالمين. وحنان شفتوا حنان جورناليست. اوكي اسمحوا لي نشكر قبل ما نسمعوا ثنائي مورينو اند سان الاغنيه راح نختموا فيها. تذرنا نقدموا رساله الشكر فقط ل تفضل طبعا دكتور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس افضل الصلاه والسلام، من لا يشكر الناس
يعني لا يشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه كان بعض الناس اللي كانوا ساهموا معنا في هذا البرنامج، أولهم على رأسهم السيدة الوزيرة، لأنه كان هذا البرنامج تحت الرعاية السامية لوزير الثقافة والفنون السيدة سوريا مولوجي اللي كانت تمشي معنا خطوة بخطوة. كل الفنادق التي نزلنا بها، صدقي ولا تصدقي أستاذة، حفوت الاستقبال، يعني صادق صادق يعني كلهم يعني يعني منافسة كبيرة ما بين هؤلاء الذين أرادوا أن يقدموا خدمة للبلاد والعباد، وخدمة للسياحة والثقافة، وخدمة للجزائر، وخدمة للإسلام. وبدون أن ننسى أيضا الوالدين الكريمين أبي وأمي، والزوجة الكريمة أم بلقيس، بلقيس بنتي، يوسف العزيز وزيد، وكل الذين مشوا، طبعا طاقم الخاص بي الذين رافقوني في هذا الدرب، وكل الذين قدموا ولو بكلمة واحدة من أجل إحياء أمة تسمى الأمة الجزائرية. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة دكتور. أنا سمحوا لي أيضا نحيي ونشكر توبجي لوكاسيون دو فواتور، شكر خاص لعزيز ولأيوب اللي متعني بالموسيقى وتهلا فيا. إيمان بن زعموش لي غورمانديز دو إيمي، جاتو دريم عبدون، ونحب نحكي شكر خاص لمون إيكيب سكوبا أحلام عادلة الفيزا، ونحب نقول بامبي جو تيم ماما، يعطيك الصحة ماما، صحة عيدك، جو تيم تري فور. ونحب نشكر ايضا اطلالتي الجميله بهذا القفطان الجزائري من تراثنا لا امور جليل، ونقول ميرسي فافا بور مون ميك اب اند ماي هير ستايل. وانا نحب نشكر وان تي في، ونحب نشكر انتم ملكو في كل مكان، فريق العمل ابدعتوا، كنتوا رائعين، متعتوني وخففتوا عليا هذه القعده. شكرا لفريق الاعداد، شكرا لكل الطاقم، شكرا للمخرج، شكرا كل واحد فيكم، نشكركم من قلبي، خليتوا هذه السهره، انتم جميله، ان شاء الله نكونوا احنا ايضا كنا ملاح، كانت سهرتكم معنا حلوه، نحييكم الف تحيه. مورينو، صار الوقت نستمتعوا بديو مورينو انسان، تفضلوا سورا سين، علي مون غران سي ا توا، علي علي.
زينوا نهار اليوم صحة عيدكم مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم